بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من استوديو التحليلي على قناتكم قناة النادي الأهلي. والنهاردة هيكون مباراة مهمة جدا 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 كعادة مباراة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش في الأسبوع 31 للدوري الممتاز. طبعا عارفين أهمية المباراة، مش كل مرة هنقول المباراة مهمة ليه، ولكن إحنا في المراحل الحاسمة لبطولة الدوري، وطبعا زي ما عارفين المنافسة شرسة، المنافسة حتى آخر مباراة، حتى آخر ثانية إن شاء الله بإذن الله. كلنا عندنا أمل وثقة في ربنا، وطبعا عندنا ثقة في الجهاز الفني وفي لاعبتنا اللي هم فرحونا كتير قوي 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 الموسم دوت، ومن أنجح المواسم، وده اللي هنتكلم معاه مع ضيوفنا الكبار إن شاء الله لما يوصلوا إن شاء الله. هتشوفوا قد إيه السنة دي كانت صعبة جدا، قد إيه السنة دي كانت مليانة برغبات وطموح لعيبة وطموح جمهور، وقد إيه اللي اتحقق وقد إيه اللي باقي. يعني الحمد لله رب العالمين، النتيجة حتى الآن 100%. نتمنى إن شاء الله في أمل، طالما في لسه مباريات وبالحسابات لسه الموقف ما اتحسمش، في أمل إن شاء الله لحد آخر لحظة. إحنا ورا لعبتنا لحد آخر لحظة، ورا المنظومة كلها لحد آخر ثانية من ماتشات الدوري العام. عايز أتكلم على حاجة سريعا بس كده. طبعا بنتابع كلنا البرامج الرياضية، وبصراحة تقعد تلاقي فيه أخبار كده تستفزك شوية. طبعا ما تستفزناش كجمهور نادي الأهلي، لأن إحنا جمهور واعي شوية أو واعي قوي. يعني وقت صعب جدا بيقعدوا يقولوا إيه، إن مش عارف فلان الفلاني هيجدد، فلان الفلاني هيمشي، قال لك مثلا الفترة اللي فاتت ده الأهلي بيفاوض علي معلول للتوقيع على عقد جديد قبل السفر لتونس وانضمامه لمنتخب بلاده. طب هل من المنطق، في خلي بالك بنتكلم على النادي الأهلي وما أدراك ما النادي الأهلي، كلنا عارفين النادي الأهلي، هل من المنطق في ظل ضغط المباريات دي والظروف الصعبة دي النادي الأهلي هيقعد ويشغل باله بحاجات؟ خلي بالكم علي معلول ناقص له سنة لسه، علي معلول ناقص له سنة، وقت اللي هو المهم وفي حسم الدوري وهنشغل بالنا. طبعا علي معلول لعيب كبير، وطبعا اكيد في وقت في النادي الاهلي للكلام ده، في وقت للكلام ده، ولكن الارتباط ما زال قائم بين الاهلي وعلي معلول، وعلي معلول نجاحاته معظمها كانت في النادي الاهلي. علي معلول لعيب كبير، انما علي معلول النادي الاهلي عمل له كتير، علي معلول عمل انجازات في النادي الاهلي ومحدش يقدر ينكر انجازاته، ولكن النادي الاهلي تقل علي معلول، تقل اي لعيب، مش بالسهوله فك الارتباط بين علي معلول وبين النادي الاهلي، خصوصا ان علي معلول عارف قيمه النادي الاهلي، وعلي معلول عارف قيمته عند النادي الاهلي وجماهيره، واحنا كاهلاويه اداره وجماهير ولاعيبه قديمه عارفين قد ايه علي معلول بيحب الاهلي ومرتبط بالنادي. يعني مفيش مشكله، انا بالنسبه لي يعني تربطني بعلي علاقه شخصيه لانه جاري، والراجل يعني مش عايز اقول لكم بيحب الاهلي كانه متربي في الاهلي، كانه موجود في النادي الاهلي من ما هو صغير، هو عارف فضل الاهلي عليه بعد ربنا طبعا. فانت بتيجي دلوقتي في الاوقات دي وعايز تشتتني وعايز تبعدني عن حاجات كتير، هو الفتره دي فتره صعبه جدا، فتره صعبه جدا، كلنا بنتكلم في البرامج ان دي فتره صعبه جدا، ولكن احنا في الوقت ده بنركز على حاجه واحده بس، البطوله اللي احنا فيها. صعبنا الامور على نفسنا، صعبنا الامور على نفسنا، عادي بتحصل. انا بقول لحضراتكم ان الموسم ده من انجح المواسم في تاريخ النادي الاهلي، وهنجيبها بالارقام ان شاء الله مع ضيوفنا الكبار، هنجيبها بالارقام. الموضوع بس اللي انا عايز اقوله التوقيت نفسه، يعني حتى لما تفكر كده يعني عدم منطقيه، ازاي في الوقت دوت انا اجي وانا اصلا في موقف صعب جدا و بدور على اني ارجع تاني وانافس واكمل واتصدر الدوري في اخر اربع محطات او اخر اربع مباريات واشغل بالي بحاجات تانيه. هي في حاجات مهمه طبعا، بس التوقيت ده التركيز كله في البطوله اللي انا فيها دلوقتي. انا عندي اصلا كل 48 ساعه ماتش، هم هيقعدوا حتى المسؤولين حتى اللعيبه هيقعدوا ازاي مع بعض؟ امتى؟
ده مستر موسيماني نفسه ما بيلحقش يصحح اخطاء، يعني كل الكلام بتاعه بيبقى تقريبا يا كلام نفسي يا اما على السبوره بس. اقوم انا اشتت اللاعب واشتت اللعيبه واتفاوض، هو ده شغل؟ ده مش شغل اداري صح، مش شغل اداري صح، الا لو في ناس تانيه بتعمل الكلام ده. النادي الاهلي لا، الاهلي ما بيعملش كده. النادي الاهلي عودنا على حاجه معينه، كل حاجه في وقتها، لا قبل ولا بعد. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. يمكن الناس تقول لك كده ليه؟ لان بيبقى في كلام تعثر مفاوضات مع انديه تانيه، مع لعبتها، مفيش فلوس، لعيبه سابتك ومشيت، فقالوا لك ايه؟ ارمي حته علي معلول اشغل بيها الناس، اشغلهم عن بقيه الماتشات الدوري. لا، التركيز كله، تركيز كل الفتره دي في الاربع مباريات اللي جايين. جمهور، اجهزه فنيه، لعيبه، العبوا غيرها. الكلام ده ما بيخشش على جماهير النادي الاهلي. من الاخبار اللي استوقفتني كمان، يعني كل ما ابص على الخبر ده انا اقعد اضحك. خبر كل اسبوع تلاقيه نازل، حد بيقوله، نازل في جريده معينه، نازل في موقع معين، ملوش اي اساس من الصحه ولا حد اصلا بيفكر فيه. كل شويه يقول لك ايه؟ وليد سليمان هيعتزل. طب وليد سليمان بيفكر يعتزل بعد ما خدنا بطوله افريقيا. خدنا بطوله افريقيا، وليد سليمان ما اعتزلش، ما كانش بيفكر. وليد سليمان هيعتزل نهايه الموسم. طب ناقص 3 ماتشات يعني وليد سليمان يعتزل وده اخر موسم؟ خبر يعني زهقتونا منه. زهقتونا. خبر مكرر 100 مره، مش مره واحده، كل شويه يقول لك ايه؟ ده النادي الاهلي اكبر وليد سليمان على الاعتزال. ليه؟ يعني النادي الاهلي بيجبر ليه وليد سليمان على الاعتزال؟ اديني سبب. يقول لك هو اصله مش قادر. طيب هو لما كان قادر كان الراجل بينزله ليه؟ كان بيستعين بيه في فترات الشوط الثاني، لو هو مش قادر بيحطه في الفرقه ليه؟ حاجات بتثير الجدل، وانتوا عارفين الشائعات ديت في التوقيت ده مش ممكن تلاقيها الا ضد النادي الاهلي. الا ضد النادي الاهلي. ليه؟ اسال نفسك ليه؟ كلنا طبعا عارفين الكلام ده بيتقال علشان ياثروا على لعيبه النادي الاهلي، ياثروا ويشتتوا جمهور النادي الاهلي. لا، الاهلي غير، وهنفضل نقول الاهلي غير، وانتوا عارفين ان الاهلي غير. اللي بيقولوا الاشاعات دي الاهلي غير. لو الكلام ده موجود في انديه معينه، لا، الاهلي غير. الاهلي كله بيتعلم منه، مع احترامي لجميع الانديه. الاهلي نموذج يحتذى به، كل الفرق بتتعلم منه، نظام، التزام، مبادئ، كل حاجه ناجحه في المنظومه في النادي الاهلي. توقيت معين لكل حاجه، وبتتناقش في الوقت اللي الناس المسؤوله بتشوف الكلام دوت امتى وتعمله، مش اي كلام زي ما بعض الانديه بتعمل، ان انت في وسط الموسم لعيب ما خدش فلوسه يقوم مقموس، يقوم يقعد، يقوم يجيبوه، طب نتحايل عليك، طب نطبطب عليك، طب يقعد يقول لهم ده انا جاي لي عقود وجاي لي مش عارف مين هيعمل. الكلام ده مش موجود في النادي الاهلي. عارف اللي كان بيقول كده يقولوا له ايه؟ طيب ماشي، احنا مش هنتكلم دلوقتي، في اخر الموسم سعادتك عايز تمشي اتفضل امشي. حضرتها كتير، انا حضرتها كتير في النادي الاهلي. اللي مش عايز النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيعزوش. مش هتقدروا تاثروا على النادي الاهلي. احنا صحيح ما بنتكلمش ومش هنتكلم، لا بنتكلم ولا هنتكلم، لان دي طبيعتنا. احنا بنتكلم في الملعب، بنتكلم بطولات، حتى لا قدر الله لو بطوله الدوري دي لا قدر الله ضاعت، برضو احنا بطولات، مفيش منافسه، مفيش منافسه. انا معلش، انا يعني حاسس ان انا مقصر في حق النادي الاهلي. انا حاسس ان انا مقصر في حق النادي الاهلي لما بقول ان في منافسين او في منافس للنادي الاهلي. لا، انا اسف لجماهير النادي الاهلي. في نادي تاني او انديه تانيه غير النادي الاهلي، انما مفيش منافس للنادي الاهلي. هتقولي يا عم بلاش الكلام دوت دلوقتي. يا سيدي ماشي، احنا زي ما بنقول كده، احنا مركزين
في حاجة واحدة بس، في أمل لحد آخر ثانية. إنما أنا بتكلم وقائع، يعني الفريق اللي هو يجي بعدية في الترتيب في عدد بطولات الدوري من هنا لمدة 30 سنة لو خد الدوري في 30 سنة ديت ورا بعض يجيبني، يجيبني 30 سنة. فين المنافسة؟ أنا مش، بصوا أنا مش عايز أشت، مش عايز أشت وأطلع عن تركيزنا في الثلاث أربع ماتشات اللي فاضلين. نادي الأهلي ماشي في سكته حتى وإن ضاعت بطولة، عادي عادي. يعني إحنا لو بصيتوا على الأرقام مفيش منافسة، مفيش منافسة خالص. بتتكلم على أفريقيا البطولة الضعيفة مفيش منافسة، اللي قريب مني أنا ضعفه، اللي قريب مني أنا ضعفه. تتكلم على دوري شفنا المقارنة، تتكلم على كاس برضو يعني السكة طويلة. تتكلم على إيه تاني؟ كاس عالم مفيش حد بيروحها غير النادي الأهلي حتى الآن. نتمنى إن فرقة تانية تروح، ولكن لحد دلوقتي هو النادي الأهلي. النادي الأهلي عارف سكته، عارف طريقه. أنا ما بقولش الكلام ده علشان تقول لي هو ده وقته، لا أنا ما بقولش الكلام ده عشان أقول لك ده وقته أو حضرتك تقول لي ده وقته، لا إحنا مركزين، ولكن أنا بتكلم على وقائع وحقائق. النادي الأهلي عنده نظام، عنده أسس، عنده مبادئ، عنده تقاليد بيطبقها على الكبير وعلى الصغير، وكل كبير وكل صغير في النادي الأهلي عارف دوره إيه. محدش بياخد دور حد، احنا عندنا تخصصات، عشان كده الامر ماشي صح. في حته ثانيه الامر مش ماشي صح، لان ولا بلاش. عايز اقول لكم على حاجه، عايزين توصلوا للي وصل له النادي الاهلي مش هتقدروا غير بعد سنين كتيره. عايزين تتعلموا حاجه من النادي الاهلي ونجاحات النادي الاهلي، حاولوا تقلدوه، يمكن تنجحوا، يمكن يكون في نجاح. لان منظومه الرياضه في مصر اساسها، اساس النجاح النادي الاهلي. ما تحاولش تجرني معاك، ما تحاولش ترجعني لورا، لان مش ده النادي الاهلي. لا تعال انت معايا واشدك انا معايا قدام، انا اخد فيك ثواب. ده انا عايزك تيجي معايا، قرب مني شويه، على الاقل وقتها الرياضه المصريه يمكن تتحسن شويه ونشوف نجاحات اكتر، ونشوف أندية تخش يمكن مع النادي الأهلي شوية. مش كل حاجة للنادي الأهلي وبس. أتمنى، أتمنى طبعًا إن حتى يبقى فيه روح للمنافسة شوية. نروح بقى نتكلم على بطولة الدوري الممتاز وماتش النهاردة. بطولة اللي تقريبًا خلاص إحنا بنتكلم على أربع مباريات. خلينا أتفق مع كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي لما قال لك فيه 360 دقيقة من عمر المسابقة، اللي هم الأربع ماتشات اللي فاضلين. الكرة علمتنا حاجة سواء ليا أو للخصم، عشان برضو نكون منصفين. من الوارد، من الوارد في الأربع ماتشات دي يحصل أي حاجة. مش الأربع ماتشات، يعني أنا الكرة علمتني إن في ثانية ممكن تتغير الأوضاع. في ثانية ممكن تتغير الاوضاع، والكره فيها كل حاجه. احنا كل اللي احنا بنقوله وان احنا عايزينه نمشي في طريقنا، تركيزنا في اللي جاي، في اللي يخصنا بس، تركيزنا في اللي يخصنا بس. كل الفرق محترمه، كل الفرق بتدافع عن اسمها وتاريخها، ما بنقولش حاجه على حد خالص. الاربع ماتشات اللي جايه ممكن يكون فيها كتير في الملعب، كتير في الملعب. ممكن يكون فيها مفاجآت؟ اه ممكن يكون فيها مفاجآت. احنا فقدنا نقاط؟ اه فعلا. لم نكن نستحق فقدانها؟ فعلا. بايدينا وبايدين غيرنا، بايدينا ومش بايدينا. يمكن انا اتفرجت على الكابتن اسلام الفتره اللي فاتت كان كل يوم تقريبا بيجيب عدد النقاط اللي ضاعت من النادي الاهلي، وكذلك المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، عدد النقاط اللي ضاعت من النادي الأهلي السنة دي بفعل فاعل. مش هتكلم على الغير،
خليني انا كده في الكلام دوت، انا بتكلم عن النادي الاهلي بس، ماليش دعوه بالغير. النقط اللي احنا فقدناها، سيبك من اللي احنا عارفين ان احنا عندنا اخطاء، في اخطاء فقدنا بسببها نقط صحيح، انما النقط اللي احنا فقدناها بفعل فاعل باخطاء تحكيميه غير مقصوده، ما بقولش انها مقصوده، غير مقصوده، كانت زمانها كسبتنا الدوري من بدري. ولكن خلاص قدر الله وما شاء فعل. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي دلوقتي ان احنا نمشي في اتجاهنا او نمشي في الطريق اللي خلاص ناقص في الطريق في السكه 4 ماتشات، كل يومين 3 ماتش، ولكن المفاجآت وارده. هنقعد نلعب ان شاء الله باذن الله، نتمنى التوفيق من ربنا والمكسب، وكلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه، المكسب ال4 ماتشات دي على امل تعثر نادي الزمالك. تعثر نادي الزمالك، مش هقول منافس، مفيش منافس للنادي الاهلي، انا هقول نادي الزمالك. المهم اللي انا عايز اقوله، طالما لسه في مباريات وطالما فارق النقاط مش كبير واكبر من الماتشات اللي فاضله، في امل لحد الاخر. الجمهور كلنا في التوقيت ده ورا فرقتنا، كلنا ورا فرقتنا. خلاص بقى مش هنتكلم عن سلبيات، ومش هنتكلم نبص ورانا واحنا ضيعنا نقطتين مش عارف فين وضيعنا نقطتين، خلاص الكلام ده حصل وخلص. نبص بقى للفتره اللي جايه، ال4 ماتشات اللي جايين، ندعم الفرقه وراهم، نشجعهم، نديهم الامل. هما مش محتاجين دوافع، لان الموقف ده مش محتاج انك انت يعني تدوس على اللعيب وتقول له انت لازم تعمل كذا، هو حاسس من نفسه. الفانيلا اللي هو لابسها دي اكبر دافع ليه، اسم النادي الاهلي اكبر دافع ليه، الموقف اللي هو فيه دلوقتي اكبر دافع ليه، البطوله اللي احنا بنلعب عليها اكبر دافع ليه. خلاص احنا في المراحل الاخيره، هتكلمني عن الدوافع؟ لا، الدوافع موجوده، مفيش حد يقدر يعمل اللعيبه دي دوافع، انما اللي احنا نقدر نعمله لهم نساندهم ندعمهم. ما نتكلمش على سلبيات في التوقيت دوت، التوقيت ده كله عايز دعم، كله عايز مسانده، والكلام ده كله من بعد ربنا، جمهورنا الكبير اللي احنا طول عمرنا بنتكلم عنه ان هو صانع نصر النادي الاهلي رقم واحد، جمهور النادي الاهلي العظيم. تعالوا بقى نطمن على الفريق ونروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، طمنا على استعداد الفريق قبل مباراه طلائع الجيش النهارده. اتفضل يا شريف. تحت ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مباراه الاهلي وطلائع الجيش في 9 مساء على استاد الجيش بالسويس. يا رب باذن الله يكون التوفيق معانا اليوم ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. يمكن مستر بيتسو موسيماني في التمرينه الوحيده قبل لقاء طلائع الجيش، يمكن امبارح عمل محاضره فنيه اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف. الان يا كابتن ايمن بكلمك او بطلع معاك هوا من قاعة المحاضرات اللي انتهت منذ قليل، القاعة اللي اعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض به لقاء طلائع الجيش. ويمكن النادي الاهلي في المحاضرة اللي بتسبق المباراة اللي بيعلن فيها التشكيل بيتكلم مستر بيتسو موسيماني عن التشكيل، وكمان بيبقى فيه كمان محاضرة فيديو صغيرة جدا بيتكلم فيها برضو عن التكتيك اللي عاوز يلعبه في مباراة اليوم امام فريق طلائع الجيش. يا رب باذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يومه في 11 صباحا في وجبه الفطار، وممكن الغداء كان في 6 عصرا، وكانت المحاضره في 5:30. يمكن فندق الاقامه بيبعد عن استاد اللقاء حوالي 25 دقيقه. يا رب باذن الله يكون اليوم يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا بيحكم اللقاء اليوم الكابتن ابراهيم نور الدين، يا رب باذن الله يكون موفق ويدي الفريقين كامل العداله التحكيميه. حكم الفار اليوم الكابتن محمود بسيوني، يا رب باذن الله يكون موفق، لان الفتره الاخيره النادي الاهلي تعرض لظلم شديد مع حكام الفار. يا رب النهارده يكون موفق ويدي الفريقين العداله التحكيميه في غرفه الفار، ومحدش خالص يتظلم اليوم. وباذن الله النهارده النادي الاهلي يقدم لقاء ولا اروع ولا اجمل ويفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. النهارده غيابات النادي الاهلي السوليه وبدر بنون ومحمد شريف،
محمد شريف اللي بفرحك طبعا كابتن ايمن. محمد شريف هيشارك بكره في جزء من مران النادي الاهلي، وبعد بكره باذن الله هيشارك في جزء اكبر. فباذن الله باذن الله باذن الله محمد شريف يكون ليه دور في المباريات المقبله مع النادي الاهلي. دي كل كواليسنا قبل لقاء الاهلي وطلائع الجيش اللي هتكون في التاسعه مساء. يا رب باذن الله، يا رب باذن الله يكون اليوم يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي ونفوز على فريق طلائع الجيش. اعود اليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان. زي ما شفته طبعا الاجواء كلها ان شاء الله مهيئه باذن الله رب العالمين لاداء ممتاز من النادي الاهلي، وان شاء الله الثلاث نقاط للنادي الاهلي. طبعا بنتكلم على فريق كبير زي فريق طلائع الجيش، يمكن البدايه كانت بدايه الموسم ما كانتش كويسه قوي بالنسبه لطلائع الجيش، ولكن مع الكابتن عبد الحميد البسيوني الخلوق المجتهد قدر طلائع الجيش يعني نقدر نقول يعني ان هو يتوسط الجدول من بدري، قدم عروض كويسه قوي، عنده ما شاء الله عنده خط هجوم وخط نص على مستوى عالي، يمكن عنده شويه مشاكل في حراس المرمى وخط الدفاع، ولكن هو من الفرق اللي ماسكه نفسها، ما عندوش ضغوط النهارده يلعب عليها، يعني هو النهارده بيلعب بكل اريحيه، بيلعب لتحسين المراكز، بيلعب للشهره، بيلعب قدام النادي الاهلي عشان يوري نفسه هو ولاعيبته. أنا بلعب قدام النادي الأهلي، أنا ما قلش عن النادي الأهلي، ما عنديش ضغوط الجامدة اللي هي على لعيبة النادي الأهلي الفترة ديت، فهو بالنسبة له ما فيش حاجة هتبقى صعبة قوي. الصعوبات والضغوطات كلها على فرقة النادي الأهلي، وده اللي هنناقشه مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة. نروح للفاصل ونرجع بقى نستقبل نجومنا الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن أحمد بلال، والكابتن أسامة حسني. أرجوكم انتظرونا. We'll be right back.
نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء مهيوب. اهلا وسهلا بيك كابتن مشرفنا. اهلا بك يا كابتن اسامه عرابي، شرفنا يا كابتن. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد بلال، شرفنا كابتن احمد. اهلا وسهلا بيك. اثنين هدافين قدامنا النهارده كابتن اسامه حسني، نورنا كابتن. كابتن ايمن ملك الشيخ، اهلا وسهلا. الله يخليك كابتن، ربنا يخليك، ده من ذوقك. كابتن علاء، كنت بتكلم على الموسم اللي فات دوت، من مش هنعيد تاني بقى من اغسطس لحد النهارده والكلام ده، من ثلاث سنين. عايز اتكلم على ان الموسم ده من انجح المواسم اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي. دي حقيقه بالارقام. بالارقام طبعا وبطولات. بالظبط. انت دايما بتيجي بتتكلم على نجاح الموسم، بتشوف انت حققت فيه ايه، واي صحيح. موسم بيقاس دايما بكم البطولات انت حققتها. النادي الاهلي ما شاء الله الموسم ده كم بطولات مش طبيعي، الحمد لله رب العالمين، فيهم اثنين افريقيا، ودي حاجه تحسب للجهاز واللعيبه والاداره، وكاس مصر. يعني مش عايز اعد البطولات، النادي الاهلي البطولات بتاعته دايما الحمد لله كتيره جدا، لكن لما تيجي بتقيم الموسم كله ايمن، انت ما بتقيمش على مظبوط انت كسبت كم مباراه، خدت كم نقطه، حرزت كم هدف، لا، انت في الاخر بتقول انت انجزت ايه في الموسم. صحيح. انجزت ايه في الموسم؟ كل الانجازات الحمد رب العالمين كلها عند النادي الاهلي لحد وقتنا هذا، اللي هي البطوله اللي عليها الصراع الاشد. صح. لسه برضو ان شاء الله موجوده مع النادي الاهلي، ولسه كمان في كاس مصر، ولسه كمان في كاس سوبر كمان. فانت سوبر، خلي بالك السوبر اللي فات ما اتعملش لسه دلوقتي، ما اتلعبش، وفي سوبر افريقي عادي ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين، لكن لسه زي، يعني انا مش عايز اقول هو، يعني الحمد لله ده طبيعي بتاع النادي الاهلي، هو المتصدر كل البطولات اللي بتلعب في مصر، دوري، كاس، حتى على مستوى الافريقي، افريقيا، هو ده النادي الاهلي. ولما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تتكلم على بطولات، لكن ولا مباريات ولا عدد نقاط ولا كل الاحصائيات بتحصل دي. انت في الاخر بتعمل كل الاحصائيات دي في الاخر عشان توصل ها نهايه الموسم ايه؟ نهايه الموسم خدت كام بطوله؟ صحيح. فهو الحمد لله النادي الاهلي موسم ممتاز وناجح جدا، وان شاء الله كمان هيختم الموسم بنجاحات كتير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عندك امل؟ ان شاء الله طبعا، ان شاء الله رب العالمين. احساسك ايه؟ مش تمني، لا ما اعرفش اتمنى، انا بقول حاسس، لا لا احساسي ان شاء الله، لا هنكمل فيها ان شاء الله رب العالمين. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، موسم ولا اروع، اتحققت فيه كل النتائج، نسبه النجاحات حتى الان 100%. الحمد لله. وما زال الامل موجود. طبعا احنا مش اول بطوله في تاريخنا نتحط في الموقف ده، احنا اتحطينا في المواقف دي كتير جدا، او بعض المواسم ما حصلت، سواء في البطوله الافريقيه، سواء بطوله دوري، وبننهيها الحمد لله بنجاح يعني. وقلنا اكتر من موقف عدينا بيه، تذكرنا موسم 95 بطوله الدوري ما كان الزمالك سابقنا ب 12 13 بونت وكسبنا، تذكرنا الموسم اللي قبل اللي فات برضو نفس. صحيح. الموضوع التقدم كان ب 12 13 بونت وحصلنا وكسبنا. بطولات افريقيه كنا مثلا متاخرين، ومنهم البطوله اللي فاتت كنا تاني المجموعه ونهينا بطل افريقيا البطوله العاشره. فده بيمر بينا في اوقات، ده طبيعي يعني، ما انت ليك منافسين برضو، مش انت كسبت كل البطولات اللي دخلت فيها ومحدش خد حاجه. يعني انت خدت كل البطولات افريقيا ومحليا، واتنين سوبر الافريقي اللي هو بطل الدوري والكاس. ف انت زي ما انت قلت، انت 100% محقق النجاحات 100%. الموقف اللي احنا محطوطين فيه ده موجود، وفي العالم كله موجود، وزي ما قلت احنا حصل لنا، ولسه اربع مباريات لازم نقاتل في كل مباراه، ونسيب الامور والتوفيق لربنا، لانه ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. لكن انت صحيح. المهم انك تقوم بدورك، زي ما كسبنا ماتش انبي اللي فات، ناخد مباراه كل مباراه على حده، وان شاء الله نكسب النهارده، نفكر في اللي بعده، نفكر في اللي بعده لغايه اخر ماتش ان شاء الله باذن الله. احساسك ايه يا كابتن؟ بس انت ما يعني، لا ساعات الواحد من جواه كده بيحس بحاجه، يعني بيبقى عندك كده حاجه معينه بتبقى ايه، يعني ممكن تحصل، ممكن ان شاء الله ناخد الدوري، ممكن يحصل حاجه في الماتشات اللي جايه، يعني لا ما اقدرش. احساسك ايه؟ يعني هو اصل هي الامور، خلينا نتفق ان هي ده مش هيقول احساس ابدا، لا اصل هقول لما كان لعيب كان بيذلنا.
استحالة الاستوديو هيخلص. بص الاستوديو هيخلص واحسن هم المدرب كان كده برضه. لا اصل الاستوديو هيخلص مش هيديك احساس. لا لا قول يا كابتن. يا اصل هو موقف صدق ان انا قايله كده مخصوص عشان عارف الاجابه. تقول له احساس يعني في الماتشات مش حاجه ثانيه اللي جايه. يا عم بلال هو سؤال صعب. خير ان شاء الله. انت اصل ايه احساسك؟ هروح لبلال وارجع لك. موضوع لا المواضيع متكافئه يعني يعني 50% لينا و50% لنادي الزمالك. يبقى احساسك تقول خير ان شاء الله. ان شاء الله طبعا خير باذن الله. تعالى بلال بقى تعالى بلال هو فسر لك الامور الجاي. لا ان شاء الله خير طبعا. ده يعدي علينا كلنا. ايوه انا بقول له الامور الجاي. فان شاء الله خير باذن الله. يا رب ان شاء الله. المواضيع يعني يعني 50% 50%. نتمنى ان شاء الله التوفيق يكون في صالحنا باذن الله. حلو لعيبه النادي الاهلي على مدار الاجيال حتى لما في المواقف الصعبه بيبقى فيه نوع من انواع التفاؤل. ما بيبقاش فيه الغل والحقد والعصبيه وخلي بالك كلنا كده. تفاؤلك بيجيب قوتك. اه طبعا طبعا. انت ليه بتتفائل وليه دايما بتقول انا متفائل خير؟ عشان انت قوي. لو تاريخك كمان أيوة على مواقفك اللي حصلت كل الاجيال. بنتكلم على كل الاجيال يا اسامه مش اللحظه دي. انت صح. ليه من زمان اصل على كل الاجيال مش جنة ولا قبل ولا مزبوط. انت ليه دايما متفائل حتى جماهيرك متفائله من زمان؟ عشان انت قوي. صح. انت قوي ببطولاتك بلعبتك باداراتك بكل حاجه. عشان كده والمواقف دي اتحطت فيها عشان كده النادي الاهلي مظبوط. عشان كده انت حته ان انت متفائل دي من قوتك مش من ضعفك ابدا. الحمد لله. عايز اتكلم في عينه لعيبه النادي الاهلي غير. اه طبعا بصراحه يعني اكيد حتى اللي بيجي من بره بيخش في النادي الاهلي بالزبط. في ثانيه مزبوط. بيطبق بالنادي الاهلي مزبوط. على فكره وانت مش قاصد انك عايز تتعلم. لا لا لا, لا, لا. هي كده سبحان الله اوتوماتيك بتخش جواك والله العظيم اوتوماتيك. أيوة. كده وانت طبعا عشت اللحظه دي ايمن وعشت الفتره دي معانا صحيح. جي يعني بتخش جوه في لعيب النادي الاهلي خلاص انت اكنك بالظبط متربي معاهم في مزبوط. النادي مزبوط. فدي ميزه على فكره في النادي الاهلي الحمد لله. صحيح. الحمد لله رب العالمين. اللي هو الكلمه اللي انت تقولها دي اللي هي بتاعت التفاؤل جايه من خبرات. ما انا بقول لك لا من خبرات حصلت على مر السنين. يعني الجمهور عارف كده ان احنا اتحطينا في مواقف كنا مزنوقين فيها او في موقف صعب وعدينا منها وكسبناها. فمش هو مش مجرد تفاؤل بدون معطيات يعني. يعني ليه صحيح. اسباب وليه تاريخ موجود يعني. مظبوط. كابتن بلال نسبه النجاحات السنه دي كانت عاليه جدا عاليه جدا تكاد تاخد يعني الفول مارك باستثناء بطوله كاس العالم. ولكن انا مع نفسي بعتبر البرونزيه برونزيه كاس العالم في الظروف دي بطوله خاصه طبعا. ما خد بالك انت بتحسب البطولات ازاي او بتحسب النتائج ازاي؟ بناء على تقييم وضعك انت الشخصي. انت صحيح. في مصر هنا رقم واحد فبالنسبه لك رقم واحد لازم اخد البطوله فده التقييم بالنسبه لك. أي. رقم اتنين ما بيبقاش مقبول. ليه؟ لانك انت وضعك هنا في مصر رقم واحد، في افريقيا انت وضعك برضو رقم واحد تمام. فطبيعي جدا انك انت بتلعب على البطوله. الهدف بالنسبه لك انك تبقى البطل، الهدف بالنسبه لك انك تاخد بطوله افريقيا، الهدف بالنسبه للنادي الاهلي لو ما خدش يعني طبعا ما فيش حد بياخد البطولات كل سيزون في افريقيا بالذات عشان في متغيرات كثيره جدا جدا يعني صحيح. لكن انت طبيعتك كبطل بتؤهلك دايما للنهائيات تمام. بالنسبه لك رقم واحد البطوله، رقم اثنين لا قدر الله لو خرجت ما تخرجش من الادوار الاقصائيه اللي هو بقى الدور ال 16 الدور ال 8 الكلام ده يعني صحيح. يعني بيبقى صعب على النادي الاهلي. في كاس العالم الامور مختلفه شويه، انت بتلاعب لعيبه كواليتي مختلفه، لعيبه كاتيجوري مختلفه، امكانيات مختلفه تماما في كل حاجه. فانت بالنسبه لك انت كممثل لافريقيا انت بتحط نفسك بعد بطل اوروبا وبعد مثلا بطل امريكا الجنوبيه، لكن أيوة. المره دي تغلبت على بطل امريكا الجنوبيه، فكان بالنسبه لك انجاز يفوق انجاز اللي حصل قبل كده في 2006 من وجهه نظر الشخصيه أيوة. لان هناك انت ما كسبتش بطل امريكا الجنوبيه أيوة. لكن النهارده انت بتتكلم على تاني المفترض او التصنيف الطبيعي بتاع بطوله كاس العالم للانديه ان بطل اوروبا بطل امريكا الجنوبيه وبعد كده بطل اسيا وبطل افريقيا بيجوا يعني في في في, في التساوي من وجهه نظر يعني تمام. النادي الاهلي بطبيعه الحال زي ما الكباتن اتكلموا دايما بيبحث عن الالقاب. النتائج في بعض الاوقات او الاداء في بعض الاوقات ممكن ما بيبقاش هو ده اللي انت بتشتغل عليه. انت بتشتغل دايما على بطوله، بتشتغل انك دايما تبقى رقم واحد، بتشتغل دايما انك بتكسب، بتشتغل دايما على الارقام.
السنه دي من افضل المواسم مزبوط. تمام المتلاحمه كمان الصعبه جدا 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 صحيح. اللي خاضها النادي الاهلي ومع ذلك النتائج زي ما انت بتقول يا كابتن ايمن انت بتتكلم 8 من 8 تقريبا او 7 من 7 يعني يعني انت باقي لك بطوله الدوري العام يبقى انت عملت كل حاجه في كره القدم في الموسمين دول او الموسم المتلاحم ده أي. بطوله دوري عام بطوله كاس مصر سوبر المصري بطوله افريقيا صحيح. سوبر الافريقي بطوله افريقيا تاني بطوله داخل على بطوله دوري عام يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي حقق كل النتائج واحنا يمكن احنا ارجعنا بعض يعني سوء الاداء شويه نتيجه ان انت خدت كل حاجه يعني لما حد بياخد كل حاجه حال التشبع شويه اه طبيعي يعني ريال مدريد خد 3 كاس خد 3 بطوله اوروبا 3 تشامبيونز ليج اللي بعديها وضع طبيعي أي. كمان زين الدين زيدان نفسه مشي قال لك خلاص انا مش هقدر أي. اجيب حاجه ثانيه اضيف جديد مش هقدر ادي يعني حوافز ثانيه للعيبه عشان تقدر تجيب البطوله مره رابعه أي. فكان الامر صعب جدا فده وضع طبيعي على فكره في كره القدم لما تبقى واخد 6-7 دوري عام ورا بعض وبعدين يسقط منك دوري عام ده اسمه سقط منك ما اسموش تفوق من الغير ده اسمه ان انت خلاص بقى عندك حاله من التشبع من البطوله مش من التسيب من التشبع فرق كبير جدا انت اه بتلعب بتقاتل لاخر نفس وده طبيعي باذن الله رب العالمين ان شاء الله بس ده عادي في كره القدم ده مش معناه ان الاهلي مش هياخد الدوري لا 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 مثلا انت بتتكلم بصفه عامه انا بتكلم بصفه عامه تمام فطبيعه كره القدم لان انت نفس بشريه طبيعي انت المستوى بينزل ويطلع اوقات بتبقى في احسن حالاتك اوقات بتبقى في اسوء حالاتك ده وضع طبيعي في كره القدم لكن النادي الاهلي عود الجميع وعود جمهوره ان هو دايما حتى لو ما بياخدش البطوله حتى لو عنده حاله من التشبع فهو منافس لاخر دقيقه في البطوله صحيح بطوله السنه دي مختلفه شويه لان الاهلي خاض مباريات كتيره جدا جدا وبطوله الدوري دي بالذات مختلفه لانك انت اكتر نادي في مصر تعرض لضغوطات ماتشات اكتر مزبوط. نادي افريقيا وبترجع تلعب دوري عام وبتلعب كاس مصر وبعدين تلعب كاس العالم للانديه وبعدين ترجع تلعب دوري عام فانت تعرضت لكم كبير جدا جدا من الضغوطات اللي تخليك مش في الموقف ده فاقل بكتير جدا من صحيح. الموقف ده يعني صحيح. انا بعذر اللعيبه وبعذر موسيماني ان النتيجه مثلا فرق نقطتين بس مزبوط. يعني لهم كل العذر خلي بالك احنا في بعض الاستوديوهات ويمكن كان موجود معانا في بعض فضلات كابتن اسامه كنا بنلتمس العذر للعيبه وهم داخلين على مثلا بطوله افريقيا طبيعي. يعني بنقول يا ريت يكملوا صح يا رب يكملوا يا رب بس يوصلوا فاينل لان احنا عارفين ان هم النادي الاهلي لما بيوصل فاينل بياخده صحيح فكنا يعني مشفقين جدا على اللعيبه من الوضع اللي موجود والضغوطات الجامده اللي عليهم وكل ماتشين ثلاثه كل يومين ثلاثه ماتش ويطلعوا من هنا يسافروا بره وبعدين يرجعوا من بره يروحوا فاحنا اصلا البطولات اصلا اللي كنا خدناها اللي خدناها الاربع بطولات اللي خدناها والخمس بطولات اللي خدناها كنا مشفقين عليهم فيها يعني حتى كنا بنقول ايه يعني حتى لو خسروا البطوله دي يعني بنلتمس بعض الاعذار صحيح في ضغوطات عليهم ولكن نسبه النجاحات 100% لحد دلوقتي الحمد لله طبعا نسبه النجاح 100% في كل البطولات لكن انا بتكلم برضو في النقطه يا كابتن ايمن ان انت السنه دي بالذات سنه صعبه جدا جدا لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي وعلى كل التحديات الكبيره اللي بتواجهك انت النهارده اخر بطوله بالنسبه لك بتاخدها هي بطوله الدوري بطوله الكاس بطوله الدوري وبطوله الكاس انت جاي بعد معاناه كبيره جدا جدا من الماتشات خد بالك انت بتلعب افريقيا بحوافز مختلفه مع انديه مختلفه بتطلع لليفل مختلف بترجع بطوله الدوري العام عايز تجدد دوافع مختلفه مع انديه يمكن اقل مع طرق لعبه مختلفه انت مثلا في افريقيا بتلعب فرقه زي سان داون زي الترجي طريقه اللعبه مختلفه حتى انت مختلفة وانت فعلا. وانت كمان يا اسامه بتلعبهم بتلعب فرقه عايز تكسبك تمام بتلعب فرقه هيد تو هيد بالنسبه لك فبتعلى بمستواك وبفكرك وبطموحك لدرجه كبيره بتنزل لبطوله الدوري العام بتلاقي فرق تلعب زون ديفنس بتحاول تغير من طريقه فكرك بتحاول تجدد من الدوافع بتاعتك بعد كل ده كم الماتشات اللي النادي الاهلي لعبها السنه دي المختلفة والكتيرة عن فرق كتيرة جدا تخلينا نوصل لدرجة ان احنا ممكن نشفق على اللعيبة ان احنا نبقى قلقانين من كتر ان يحصل اصابات كتيرة لان ده وضع طبيعي في كرة القدم على فكرة مزبوط. انك يحصل اصابات ويحصل تشبع ويحصل حاجات كتيرة جدا غصب عنك يعني فانا بلتمس لعيبة العذر ولكن زي ما قالوا الكباتن انت في الاخر جمهور النادي الاهلي انت عودته انك صحيح. انت منافس لاخر ثانية في بطولة الدوري العام وفي كل البطولات اللي انت بتلعبها كابتن اسامه قبل ما نرجع لحضرتك ونتكلم على الموسم نقول تشكيل النادي الاهلي تشكيل النادي الاهلي النهارده هيبقى محمد الشناوي حراس المرمى ناحيه اليمين اكرم توفيق ناحيه الشمال علي معلول الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم وايمن اشرف قدامهم اثنين حمدي فتحي واليو ديانج رباعي المقدمه حسين الشحات كهربا على الاطراف وبينهم قفشه وراس حربه والتر بواليا نقولها مره ثانيه الشناوي أكرم توفيق علي معلول
قلبي الدفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، اثنين وسط دفاعي حمدي فتحي واليو ديانج، رباعي المقدمه محمود كهربا وحسين الشحات على الاطراف، قفشه في النص وبواليا كراس حربه. مباراه مهمه وتشكيل متوقع، يعني هو في ثبات تقريبا وبيلعب بنفس الطريقه مستر موسيماني 4-2-3-1. البدلة علي لطفي، محمود وحيد، بيكهام، رامي ربيعه، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وجونيور اجايه. بالنسبه لتشكيل طلاع الجيش هيبقى محمد بسام لحراسه المرمى، على الاطراف ظهير ايمن حسن مجدي، ظهير ايسر محمد ناصف، الاثنين اللي في القلب علي الفيل واسلام جمال، قدامهم اثنين عمرو السيسي ومهند لاشين، ورباعي المقدمه ناصر منسي، احمد سمير، مصطفى جمال، وراس حربه عمرو جمال. البدلاء محمد شعبان، ابراهيم ماكونيه، احمد السيد زولا، خالد ستوحي، احمد علاء، فرانك ستيفن، عمرو مرعي، اسلام محارب، فاسيلوز. ده تشكيل الفرقتين، ومباراه صعبه طبعا زي ما قلنا، والنادي الاهلي بيسعى ان شاء الله لمواصله الانتصارات والمنافسه على القمه حتى اخر لحظه. كابتن اسامه، بنتكلم على انه موسم ولا اروع، والموسم لما ينتهي بعد، وما زال الامل زي ما قالوا الكباتن قائم حتى الان، ونسبه النجاحات عاليه جدا جدا السنه دي برغم الضغوط الكبيره اللي تعرض لها والظلم الكبير اللي تعرض له لعيبه النادي الاهلي السنه دي. وده قدر الاهلي دايما، انه يعني اي نادي لما بيدخل بدايه الموسم بيبقى محدد الاهداف بتاعته، ان بلعب على بطوله، بلعب على اثنين، الا النادي الاهلي دايما بلعب على كل البطولات اللي انا بشارك فيها. حتى شفنا السنه دي انت لما جه موسيماني كمل الدوري بتاع فايلر، شفنا بطوله افريقيا، والسنه دي موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي. صحيح، لما تلعب بطولتين افريقيتين في سنه واحده وانت مطالب دايما انك بتاخد البطوله، ده في حد ذاته انت بتلعب تحت ضغط عصبي كبير. مظبوط. حاجه برضو من الصعوبات اللي واجهت النادي الاهلي السنه دي كم الاصابات الكبيره اللي واجهت النادي الاهلي. موسيماني السنه دي دايما مش كل الاوراق وكل اللعيبه تحت ايده انه يقدر يشتغل بيهم كلهم، دايما كان بيواجه ظروف صعبه برغم الضغط، رغم السفريات اللي احنا بنشوفها كتيره في افريقيا، رغم الظلم التحكيمي، رغم ده كله، لكن برضو كان بيواجه اصابات. كل اللعيبه عنده والبدائل بتاعته ما كانتش متاحه بنسبه 100%، لكن قدر النادي الاهلي، واحنا بنشوفه الكابتن بلال بيتكلم عن النادي الاهلي وهو بيلعب في كاس عالم الانديه، انت النهارده بتخسر من بطل العالم بايرن ميونخ، واللعيبه طالعه زعلانه والجمهور زعلان والجهاز الفني زعلان، وده قدر النادي الاهلي. صحيح. حتى وانت بتخسر من بطل العالم. صحيح. فالنهارده حته التنوع برضو في المدارس اللي انت بتلعب فيها، بطوله افريقيه ترجع لبطوله محليه، ده برضو يعني حته الدوافع، حته تحضير المباريات. خلي بالك الموسم برضو فقدان النادي الاهلي لنقاط السنه دي، يعني انا لو بعتبر السنه دي الموسم لو ماشي في بطوله افريقيه واحده السنه دي، ده اسهل موسم ممكن النادي الاهلي ياخد الدوري من بدري زي فايلر. طيب. وبالعكس السنه دي كان اسهل. لكن ظروف السنه دي لما شفنا النادي الاهلي، ودي وقت مهم ومحطه كانت مهمه لما لعب في رمضان، واحنا كنا بنشوف كل 48 ساعه مباراه، النهارده في شهر بتلعب 10 ماتشات، وفقدت وقتها نقاط مهمه لما خسرت من سموحه، خسرت من المحله، اتعادلت مع الجونه، دي نقاط كانت في المتناول وكانت سهله. كنت ممكن دلوقتي انت مخلص الدوري ومريح من بدري، ده غير الماتشات كمان اللي اتظلمنا فيها طبعا، في ظلم تحكيمي. لا انا بتكلم عن الفتره دي، انك النهارده كنت بتلعب 48 ساعه في رمضان، اللعيبه ما فيش راحه، وانت انضغطت علشان النهارده انت بتتعاقب علشان انت بطل في افريقيا لسنتين ورا بعض. صحيح. بطل بتلعب في كاس عالم الانديه وبتشرف الكره المصريه، فالنهارده انا بحط لك جدول مضغوط، كان النهارده اللي بيطلع الاول بعاقبه، لا ما تطلعش الاول وانا هريحك في الدوري بعد كده. أيوة. وده اللي للاسف اللي النادي الاهلي يعني بياخده، ان هو بيشارك في كل البطولات. صحيح. لكن النهارده كل شيء وارد في الكوره، النهارده انك انت تكسب بطوله الدوري، برضو انك تخسر بطوله الدوري، لكن دايما المعيار اللي انا بتوقف عليه، النهارده حتى لو بتخسر بطوله خلي دايما الجماهير تحترمك. النهارده المطلوب من لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه في الاربع ماتشات اللي جايين ايه؟ ان انا اكسب اداء رائع، يبقى في النهارده ثناء من الجمهور على ادائي على مكسبي، هو ده المهم، وده المهم اللي يوصل من لعيبه النادي الاهلي لجمهورها، علشان حتى لا قدر الله ودي ان شاء الله يعني ما تتحققش، لو خسرنا الدوري الجمهور يحترم لعيبه النادي الاهلي. صحيح. وان شاء الله برضو في النهايه
يعني نتمنى ان شاء الله يكون الدوري اهلاوي يا رب ان شاء الله. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. يدخل النادي الأهلي مباراة مصيرية أمام طلائع الجيش في 9 مساء الليلة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز، حيث يسعى للفوز بنقاط المباراة في ظل الصراع مع نادي الزمالك للتتويج بلقب المسابقة العريقة التي لا تحتمل فقدان أي نقاط في المواجهات الأربعة المتبقية. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة جمعها من خوض 30 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في مبارتين فقط، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة أخرى. وأكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي للاعبيه على أهمية كل مباراة يخوضها المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة، كما شدد على أهمية الفوز بالمباراة وتسجيل هدف مبكر مثل سيناريو لقاء إمبي الأخير. ويفقد النادي الأهلي لجهود عمرو السلية نجم وسط ميدانه بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام إمبي، حيث تلقى إنذارين سابقين أمام المقاولون العرب ومصر للمقصة. كما يفقد الأحمر أيضا خدمات هدافه الأول وهداف الدوري محمد شريف برصيد 19 هدفا بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية أمام الإسماعيلي، حيث كشفت الأشعة التي خضع لها عن احتياجه لفترة 10 أيام على الأقل للعودة للتدريبات، ومن ثم غيابه بشكل مؤقت عن لقائي إمبي الماضي والجيش اليوم. وكانت آخر مباراة قد جمعت الأهلي بطلائع الجيش في الدور الأول قد شهدت فوز الأحمر بهدفين مقابل هدف أحرزها النيجيري جونيور أجايي، بينما أحرز هدف الفريق العسكري الوحيد الجناح الأعصر أحمد سمير. في المقابل يسعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة أنه يلعب بهدوء ودون ضغوط، حيث يقع في المنطقة الآمنة في الدوري هذا الموسم بعيداً عن مناطق الهبوط. بنرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وقبل ما نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار نروح لملعب مباراة وزمايلنا الأعزاء شريف شعبان ومحمد توفيق نتعرف منهم على آخر المستجدات قبل بداية أحداث مباراة اليوم. تفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي اللي هتكون في 9 مساء على استاد الجيش بالسويس، متواجدين بالفعل في استاد الجيش بالسويس. يمكن فور وصول النادي الاهلي كان حريص مستر بيتسو موسيماني النزول لارض ملعب وقياس مقاسات ملعب المباراه، يمكن وكان حريص يمشي في كل جنبات الملعب ويتفقد ارضيه الملعب بكل حرص شديد، ويمكن كان بيتكلم مع مدرب الأحمال عن أرضية الملعب. يمكن أرضية الملعب هنا في ملعب الجيش بالسويس تقيلة شوية بلغة الكرة، يعني نجيلها هنا تقيلة شوية فبتبقى عاوزة مجهود مضاعف، فبإذن الله يا رب بس النهاردة لعبة النادي الأهلي تتكيف على طول مع أرضية الملعب والماتش يتسهل لهم، وبإذن الله نفوز على فريق كبير طبعا فريق طلائع الجيش. يمكن لاعبي النادي الأهلي فور وصولهم إلى ملعب المباراة أدوا طبعا صلاة المغرب وصلاة العشاء ونزلوا على طول لإجراء عمليات التسخين قبل بداية المباراة. مستر بيتسو موسيماني أعلن التشكيل قبل ما يتحركوا من فندق الإقامة، وكان مع المحاضرة الفنية كان في محاضرة فيديو بسيطة جدا عشان يعرفهم التكتيك اللي هيلعب بيه مباراة طلائع الجيش، وطلب اللاعبين النهاردة بالفوز على فريق طلائع الجيش محاولة إحراز هدف مبكر لتسهيل اللقاء، ولو بإذن الله ربنا كرم يعني وأحرزنا هدف مبكر نحاول نغطي الهدف بهدف تاني عشان نسهل المباراة. وطلب اللاعبين بتقديم أداء ولا أروع ولا أجمل على نفس خطة طبعا
مباراة إنبي السابقة وطلب بنفس الأداء وأحسن كمان. ممكن عامل النهاردة ثبات في التشكيل، يا رب بإذن الله النهاردة يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي. فور يمكن ظهورنا على شاشة قناة النادي الأهلي إلى الآن ما كانش نزل الحكم الدولي طبعا إبراهيم نور الدين يشوف أرضية الملعب، فيبدو أن إبراهيم نور الدين هينزل يسخن على طول في أرضية الملعب، ما كانش حريص ينزل يشاهدها زي ما متعودين. إبراهيم نور الدين في أي استاد بيكون موجود فيه بيبقى حريص ينزل أرضية الملعب، إبراهيم النهاردة ما عملش هذه الحركة، فبإذن الله يكون موفق إلى حد كبير جدا ويعطي العدالة التحكيمية للفريقين فريق طلائع الجيش وفريق النادي الأهلي. يا رب النهاردة يكون اليوم من نصيب النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير فريق طلائع الجيش. عودة ليك من جديد كابتن أيمن، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان، ومن شريف نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق، اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي. كباتن مصر يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي ومباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي في اطار مباراه الاسبوع ال 31 واللي بتقام هنا على استاد الجيش بالسويس. يعني المباراه هنا اجواء اكثر من رائعه، يمكن درجه الحراره مرتفعه شويه والرطوبه، لكن ان شاء الله يعني باذن الله مع بدايه المباراه تكون درجه الحراره اقل شويه وهي كمان الرطوبه عشان تساعد اللاعبين على اداء مباراه كبيره. يعني خلينا اكلمك على استعداد فريق طلائع الجيش للمباراه. يمكن كابتن عبد الحميد بسيوني بعد الخساره في المباراه الاخيره امام سموحه واللي اقيمت بالاسكندريه يوم الجمعه الماضي قرر ان الفريق استعد لمباراه النادي الاهلي بدون حصول على راحه. الفريق اتدرب على ملعبه في القاهره السبت والاحد، وكمان ومن امبارح الاثنين الفريق موجود هنا مبكرا في محافظه السويس. يمكن كابتن محمود بسيوني قرر اجراء حصه تدريبيه هنا على ملعب المباراه، نفس الملعب اللي بيحتضن المباراه النهارده استاد الجيش بالسويس، عشان اللاعبين يتعودوا على الملعب قبل ملاقات النادي الاهلي النهارده في تمام التاسعه. يمكن كابتن محمود بسيوني النهارده في تشكيله اللي اعلنه منذ قليل لجا لاسلوب اللعب ب 4-5-1 باسلوب تكثيف اللاعبين في وسط الملعب. جمعني بيه حديث كلمته عن النهارده المباراه كابتن شايفها ازاي، قال لي احنا خلاص في المركز الثامن، يمكن ما فيش يعني فرصه على المنافسه على المربع الذهبي، وكمان موقفنا من الهبوط ما فيهوش مشكله. فانا النهارده قلت للاعيبتي عايزين نعمل ماتش كبير قدام النادي الاهلي، اتمتعوا ما فيش علينا ضغوط، ودوت هيساعدنا كتير ان احنا بنلعب من غير ضغوط ان احنا نلعب مباراه كبيره امام النادي الاهلي. يمكن النهارده باشا تشكيل طلائع الجيش، عوده محمد ناصف اللي كان بيغيب عن اللقاء الماضي امام سموحه للطرد امام بيراميدز في الجوله 29، وكمان عوده علي الفيل النهارده على حساب احمد علاء طبعا اللي كان يعني عنده اجازه للزواج لكن موجود النهارده في قائمه الفريق، لكن فضل كابتن محمود بسيوني بقائه على دكه البدلاء. يا رب نتمنى الفوز لفريق النادي الاهلي ويكون كل الظروف مهيئه النهارده لاحراز 3 نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الثالث على التوالي وال 43 في تاريخ النادي الاهلي. كمان كابتن ايمن ضيوف الكرام اتفضل. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، تحيه الفوز النهارده. كابتن اسامه معلش قطعتك انا في قبل الفاصل، انما كمل كلامك وقول لي احساسك. يعني احنا دايما في الاهلي يعني انا هجاوب بس أيوة كابتن اسامه عرابي، يعني طول ما في امل دايما بنلعب لاخر ثانيه. صحيح. لسه ما زالت الحظوظ قائمه لعيبه النادي الاهلي، هي العمليه مش في لعيبه النادي الاهلي دلوقتي ومش في اقدامها، لكن بدل في امل اتمنى النهارده يعني ربنا يكرم اللعيبه في خلال 4 ماتشات اللي جايين، اهم حاجه المكسب بغض النظر عن الاداء. ممكن اداء يكون قليل في بعض المباريات، لكن اهم حاجه ال3 نقاط. طول ما في امل بنشتغل على الاساس دوت، وده زي ما بيقولوا يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. الموقف يعني ده مر عليك قبل كده؟ على ما اعتقد كان موسم 2010 على ما اعتقد، وكان الزمالك متقدم وكان عودة مانويل جوزيه مرة أخرى، ورجعنا وخدنا الدوري على ما أعتقد بفرق حوالي 7 نقاط أو 8 نقاط وقتها يعني. أيوه ربنا يسهل. فإن شاء الله لعيبة النادي الأهلي قادرة، في خبرات في الفرقة بإذن الله. حتى زي شايفين النهارده موسيماني برضو بادئ بنفس التشكيلة، هنتكلم دلوقتي مع كابتن عن الأمور الفنية بإذن الله رب. نفس التشكيل اللي فات، مفيش غير تغيير بس السولية عشان 3 إنذارات، وهو نفس التشكيل ونفس اللعيبة. صحيح. كابتن علاء قبل ما اتكلم عن تشكيل، الدوافع موجوده عند لعيبه النادي الاهلي طبعا بنسبه 100%، انما هل هزيمه سموحه الاخيره لطلائع الجيش بتزود النهارده عنده دوافع؟ هو ما بيلعبش على حاجه، هو بيلعب للشهره قدام النادي الاهلي كعاده الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي، ولكن الهزيمه الاخيره من سموحه تحس ان يعني هو كان تقريبا الاقرب للفوز، وفي ربع ساعه اتخطفت منه المباراه وخسر 4-2. هل الهزيمه الكبيره دي تزود الدوافع عند اللعيبه النهارده؟ هو حتى لو كسب سموحه الدوافع موجوده مع النادي الاهلي، اي فريق بيلعب النادي الاهلي الدوافع موجوده طبعًا. من غير ما المدير الفني بيحاول يحاول حتى اخلاقها في اللعيبه. لكن انا كنت شفت المباراه دي ايمن، ولحد ضربه الجزاء ضيع احمد كانت نقطه تحول، بعدها كانت نقطه تحول. مزبوط. يعني المفروض كان الجيش يكسب تحول بعد ضربه الجزاء دي، لكن هزيمه انتهت. النهارده هو بيلعب النادي الاهلي، لو بيلعب فريق غير النادي الاهلي هقول لك
الهزيمه هتاثر، لكن هو الدوافع موجوده عشان بيلعب نادي الاهلي. لا يعني مجرد اسم يعني ذكر اسم النادي الاهلي هو الحد بحد ذاته دافع صح. هنا وهنا يعني لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه دوافع، الدافع موجود صحيح. حضرتك بتلعب في النادي الاهلي بتمثل النادي الاهلي، ده اكبر دافع مزبوط. يكمل معاك في كل البطولات اللي انت موجود فيها صحيح. لكن الفرق الثانيه مباراه الاهلي بالنسبه لها بتبقى حدث ليه هو صح. ليه هو كشخص بيستناه بالظبط كلاعب له على المستوى الفردي كلاعب وعلى مزبوط. المستوى الجماعي كفريق وعلى المستوى الشخصي كمدير فني كمان. كل مدير فني يا ايمن بيحاول يطلع احسن حاجه عنده ان هو يبقى واضح ان هو عمل حاجه النهارده في بصمه النهارده مباراه الاهلي. مباراه الاهلي دي بتخلي مدربين فنيين موجودين عادي جدا لنهايه الموسم والموسم اللي بعده ممكن تمشيه صحيح على حسب النتيجه وعلى حسب الاداء. عشان كده كل مدير فني مباراه الاهلي بالنسبه له لوحدها بعيد عن الترتيب بعيد عن كل حاجه. النهارده طلع الجيش الترتيب بيخليه يلعب باريحيه مش مضغوط في الترتيب خالص. عشان كده النهارده هو هيلعب مباراه مركز فيها كويس قوي ما عندوش مشكله في ترتيب الفرق. ودي هيلعب مباراه تكتيكيه ومقفوله ولا هيلعب براحته؟ مش هيلعب براحته. لا لا اريحيه مش موجوده مش موجود. هيقفل الملعب كويس قوي لعيبه النادي الاهلي وعنده المفاتيح النهارده بنتكلم فني شويه ماشي. عنده الناس بتعرف تقفل كويس قوي لكن هو ارتياحيه وفتح مساحات على النادي الاهلي لا ما انا لسه بقول لك المدير الفني برضو بيفكر في نفسه داخليا شويه مش عايز مزبوط. يخسر بنتيجه عاليه جدا تضيع الموسم اللي عامله. وكابتن حيدر بسوني عامل موسم رائع مع طلاع الجيش مجتهد جدا مع طلاع الجيش وزي ما بقول لك المباراه السابقه هو الحق للمكسب لكن هي دي كره القدم. عشان كده بقول لك النهارده دوافع الجيش موجوده ان هو بيلعب النادي الاهلي مش محتاج اي دوافع خالص النهارده. صحيح. طيب كابتن اسامه لو اتكلمنا عن تشكيل النادي الاهلي شايفين تقريبا ثبات الدفع باليو ديانج من البدايه على حساب عمرو السوليه للايقاف وقدام في محمود كهربا بيلعب عادي حسين الشحات عادي قفشه ووالتر بواليا الهداف بتاع الماتشين اللي فاتوا. يعني مش غريبه هو طبيعي طالما انت دخلت في المراحل الاخيره وكمان كسبت بطوله افريقيا خلاص ما بقاش قدامك الا غير دلوقتي بطوله الدوري اللي مركز فيها طبيعي ان ما يقعدش يغير في الفرقه كتير يعني. اولا طبعا في ظروف لاصابات لناس مهمه جدا في الفرقه زي بدر بانون زي محمد شريف زي عمرو السوليه لقيت ثلاث انذارات هم دول يمكن اكتر ثلاثه مؤثرين في الغيابات كانوا ممكن يبقوا موجودين في التشكيل الاساسي. التشكيل المنطقي زي التشكيل اللي فات زي ما قلنا بس عمرو السوليه عشان الانذارات طبيعي ان اليو ديانج يخش واليو ديانج ما زي ما اتكلمنا كتير قبل كده واحد من افضل اللعيبه في الموسم ده مع النادي الاهلي لعيب وسط مدافع هايل يمكن بس هو الفكره انه عمرو السوليه شويه بيلعب تمريرات بينيه لقدام او تمريرات طوليه هي دي اللي مختلفة شوية لكن كتير كان بيلعب عمرو السولية حمدي فتحي حمدي فتحي اليو ديانج ديانج والسولية يعني الثلاثة كانوا بيتبادلوا بقية المراكز طبيعية جدا والتر بواليا نتمنى التوفيق ليه الماتش اللي فات عمل ماتش كويس وجاب جون نتمنى التوفيق ليه ما فيش حاجة يعني متغيرة المهم صحيح. انه يكونوا في الحالة الطبيعية بتاعتهم صحيح. يعني الحالة الحلوة اللي كانوا زي ما كانوا في ماتش إنبي زي في مباريات أخرى ما يبقاش فيه تقصير من أي حد ويكون التوفيق إن شاء الله معانا يعني بإذن رب الله. كابتن بلال التشكيل الثبات في التشكيل مستر موسيماني مصمم عليه النهاردة طبعا التغيير الوحيد زي ما الكابتن أسامة أليو ديانج من البداية ولكن اتكلم كابتن أسامة على بداية ماتش إنبي البداية دي والهدفين اللي جم في الشوط الاول مبكرا ريحونا بقيه الماتش يعني تقريبا الماتش خلص الشوط الاولاني بطبيعه الحال يعني احنا دايما كنا بنقول النادي الاهلي استغلال الفرص مهم جدا جدا استغلال الفرص مهم جدا لان انت بتضغط على الخصم لما تسجل هدف والتاني بتضغط على الخصم بتديك اريحيه تقدر تغير
اللعيبه نفسها بتاخد ثقه في الثقه في الجيم نفسها، بتقدر تبدع في الجيم بمعنى ادق يعني. بتخلي الفريق اللي قدامك دايما مضغوط، بتخليه كمان لو بيبحث عن هدف تخليه يفتح المساحات بالنسبه له، فالجيم بالنسبه لك يبقى اسهل بكتير جدا. انت بتلعب جيم مفتوح غير لما بتلعب فرقه وتضيع فرصه والثانيه، فبالتالي هو بيحافظ على وضعه الطبيعي وبيحافظ على التكتيك اللي بيلعب بيه، سواء اذا كان بيلعب زون ديفنس او بيلعب مثلا دفاع منطقه او بيلعب باي شكل من الاشكال يعني. دايما احنا يعني كل المباريات اللي سجلنا فيها هدف والتاني كان الاداء فيها رائع جدا جدا جدا. لو تفتكر معايا مباراه سموحه صحيح، اللي سجل هدف البدايه والتاني خلاص المباراه خلصت واديت اداء رائع جدا زي البدايه بتاعت امبي اللي معانا على زي بدايه امبي هدف الهدف التاني، فخلاص الجيم بالنسبه لك اتفتح، لان فرقه امبي فرقه برده جيده، هي عايزه تسجل اهداف مش عايزه تخرج برده بنتيجه 2-0 او يعني ان هي خلاص بتلعب جيم مع النادي الاهلي، لا هو عايز يسجل اهداف، فبالتالي داخل حاول ان هو يدخل الماتش ففتح الجيم بالنسبه له، وكان ده سهل الجيم على النادي الاهلي بشكل كبير جدا. مباراه برده النهارده مباراه صعوبتها انك ما تسيبش طلائع الجيش يدخل معاك في الجيم. اولا هياخدوا ثقه كبيره يعني الفرق اللي بتلعب في الترتيب ده وهم لعيبه عندها امكانيات جيده جدا يعني. عبد الحميد بسيوني عامل فرقه رائعه فيها لعيبه جيده في كل الخطوط، وهم خلي بالك بيعرفوا يبنوا الهجمه من طبعا تحت. خاصه كمان الجانب الهجومي عنده لعيبه جيده جدا طبعا يعني، ولعيبه بتعرف تسجل اهداف، عنده اكتر من لاعب، ناصر منسي، عنده عمرو جمال، عنده احمد سمير، عنده لعيبه عندها قدرات وامكانيات بتعرف تلعب على الجول بشكل كويس، وعندها مهارات فرديه وعندها سرعات. عنده مهند لاشين برضه كويس، مهند لاشين لعيب جيد جدا طبعا، وناصر عندهم، لا عندهم فرقه جيده يعني صح. من الفرق اللي تكاد تكون مكتمله. فعشان كده بقول انك انت النهارده لو اتيحت لك فرصه انك تسجل هدف بدري والتاني لازم تسجل يعني. في كل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي كان بيصنع فرص، وده امر مهم جدا، لكن تسجيل الفرص اهم بكتير جدا جدا جدا. هو دي بعض الفرص اللي استثمرها النادي الاهلي في المباراه الاولى وقدر يخلص منها الجيم برضه خلاص، بعد ما كنا خسرين 1 تقريبا. طبيعي، وخد بالك ممكن النهارده برضه تحصل برضه سيناريوهات مختلفه، ممكن برضه هو اللي يدخل الجيم في الاول فتضطر انك تبحث تدور عن هدف تاني، ده وضع طبيعي في كره القدم. انت بتلاعب برضه فرقه عندها قدرات وامكانيات وعندها طموح وبتعرف تبني هجمه بشكل كويس وبتعرف تنهي هجمه كمان مزبوط. فممكن هو اللي النهارده اللي يسبقك ويدخل الجيم، وارد جدا في كره القدم، وارد في ماتش النهارده. فلازم انت النهارده تحط لنفسك سيناريوهات كتيره كمدير فني وكلعيبه في الملعب. ما ينفعش حتى لو دخل في الجون انك تصاب بالاحباط. فرق بينك وبين الزمالك نقطتين، لكن الجيم برضو، لكن الدوري لسه في الملعب، الدوري ما انتهاش، ينتهي الدوري بصفره الحكم، لكن خساره نقطتين هتبعدك كتيره جدا جدا. عشان كده بقول التركيز النهارده مطلوب بشكل كبير جدا، استغلال الفرص مطلوب بشكل كبير جدا، التعامل النفسي لمستر موسيماني انه يشيل الضغوط من على اللعيبه النهارده برضو امر في منتهى الاهميه النهارده، لانك انت اللعيبه نازله وهي حاطه في دماغها الزمالك هيلعب الساعه 9، طب انا لو كسبت هيبقى كام، طب الزمالك لو اتعادل، طب الزمالك لو كسب، سيناريوهات كمان انت بتحسبها كلاعب في الملعب مش بس المدير الفني. بس خلي بالك يبقى غصب عنه طبيعي يعني، طبيعي طبيعي يعني. ما المهم بقول لك، عشان كده بقول لك مهمه يعني، مهمه من ضمن المهام لمستر موسيماني انه يخرج اللعيبه من الضغوطات، انك يدخلك بس الجيم ده مش الجيم الثاني اللي بتلعب في نفس التوقيت. صحيح. ربنا يوفق طبعا ان انت ان الزمالك يتعادل او يتغلب وانت تكسب ويرجع لوضعك الطبيعي، لكن وارد كل حاجه تحصل في كره طبعا. فعشان كده بقول ماتش النهارده ماتش مش سهل، ماتش صعب، يمكن اصعب مباراه من وجهه نظري. طلائع الجيش عنده مدرب جيد، فرقه مستقره، امكانياتها جيده، تكاد تكون متكامله العناصر، فانت بتلعب فرقه وماتشاتهم معاك ماتشات صعبه، ماتش صحيح. الكاس او ماتش الدوري الدور الاول ماتشات صعبه كلها يعني، وزي ما قال كابتن عالم من شويه ان هم خالقين لنفسهم تحدي وطموح، بيلعب النادي الاهلي فعايز يظهر بشكل كويس، في لعيبه معاره هناك معاره فترجع لانديتها تاني، انديه كبيره عايزه تلعب، عايزه تاخد مكان اساسيه، فدي كلها حاجات بتفكر فيها اللعيبه. سبيريت هتبقى عاليه جدا يعني، على عكس ما ممكن الناس تتوقع، ممكن يقول لك لا ده طالع الجيش يا كابتن في ترتيبه مثلا التاسع العاشر فممكن يلعب، لا هيلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا جدا جدا. مهمه اي فرقه النهارده بتلعب قدام النادي الاهلي ان هي تعرقل النادي الاهلي، ودي امر واضح جدا 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 ان صح. كل الفرق اللي بتلعب الاهلي عايزه توقفك صح. عايزه يعني تعرقل النادي الاهلي، عايزه تاخد نقطه من النادي الاهلي. فاتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده والتركيز يكون طول 90 دقيقه باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، من خلال التشكيل تشكيل فرقتين الكابتن بلال والكابتن علاء قالوا ان الكابتن عبد الحميد بسيوني يعني مفيش ضغوط عليه، ولكن مش هيلعب ماتش مفتوح يعني. احنا لو تفتكر الماتش الاولاني
الكابتن عبد الحميد مش من نوعيه اللعيبه اللي مش من نوعيه المدربين اللي بيحب التشتيت والكور الطويله، لا يحضر من تحت، هو بيحب يحضر من تحت. يمكن لو جبنا كمان لقطات اهو، ادي دي لقطات من بناء الهجمه المباراه الاولانيه، ودي النقطه اللي احنا ممكن نستغلها النهارده. برافو عليك، خلي بالك يا كابتن ايمن، واحنا بنتفرج على اللقطات دي لما تيجي تشوف جدول المسابقه، طلاع الجيش احرز في بدايه المشوار في 30 مباراه 40 هدف. خلينا نثبت هنا لحد ما الكابتن اسامه يتكلم في النقطه دي. لا هو بيتكلم عشان هقول لك النقطه ليه. ودخل مرماه 36 هدف. مزبوط. يعني النهارده تلقى شباكه 36 هدف، ده عنده رقم مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع وحارس المرمى. هو بيسجل عنده مشاكل دفاعيه ورا ده. لازم النادي الاهلي يشتغل عليها النهارده، عمليه الضغط. لكن النهارده زي ما شفنا مباراه انبي لازم يكون في ضغط جماعي. صح، الضغط الجماعي. نرجعها لورا، نرجعها ورا تاني عشان عمليه الضغط اللي بيتكلم عليها كابتن اسامه. حته الضغط في الهجمه اللي احنا بنشوفها دي، ده مش ضغط منظم. بالزبط. وضغط جماعي. أي البدايه هي من عند بسام، فعلشان كده قدر ديفنس بتاع طلاع الجيش يطلع بالهجمه. أي. بشكل فيه اريحيه جدا، بناء الهجمه من تحت. مزبوط. من اليمين لنص الملعب، يعني قدر يطلع فيها بسهوله. طيب دي الصوره اللي معانا. محمد شريف هنا في اللقطه دي النهارده طبعا مش موجود، ما ينفعش انه يبيع نفسه ويروح. مزبوط. يروح واشوف نص الملعب في جاب كبير، المسافه دي كبير. لازم النهارده لو في ضغط بطلع اوجه الهجمه ناحيه اليمين او الشمال. صح. ويبدا بقى قفشه من ورايا. مزبوط. ديانج او حمدي فتحي من ورايا، الباك الليفت او الرايت حسب الهجمه ما رايحه، فيبقى النهارده اقدر اقطع الكره في المساحه دي. صح. وابدا اشتغل الشغل بتاعي. نعدل الصوره بقى مع كلام الكابتن اسامه، نشوف لما يكون في ضغط عالي اللي طلبه الكابتن اسامه من لعيبه النادي الاهلي اثناء بناء الهجمه من ورا، وهو ده اللي ممكن النادي الاهلي يشتغل عليه النهارده. النهارده شوف الخطوط متساويه قريبه من بعض، عمليه الضغط شوف بدات من عند حمدي فتحي. بالظبط. النهارده هو البدايه بتاعه الضغط، اول ما طلع الجيش يعني ممكن نمشي النهارده، شايف علي معلول. ماشي. حمدي فتحي في 3 4 5 لعيبه في المنطقه دي هم اللي هيعملوا عمليه الضغط. برافو عليك. فالنهارده تقدر تستخلص الكوره بمنتهى السهوله. النهارده ما فيهاش صعوبه خالص ان الخطوط قريبه من بعض. هنجيبها تاني كمان في الكوره دي انا فاكرها قدام، لقينا قفشه قرب خدناها تاني علشان المسافه قريبه. أي. حتى لو طلع الجيش خدها انا ممكن ارجع تاني. استرجع الكوره. صحيح. بسرعه سريعه يعني. ده النقطه اللي لازم لعيبه النادي الاهلي يشتغلوا عليها. لكن بقول النهارده ما ينفعش الضغط يكون ضغط فردي، لازم يكون ضغط جماعي. لازم يكون البدايه من عند بواليا، بواليا ما يكونش رايح لوحده. أي. وقفشه متاخر، حسين الشحات متاخر، كهربا متاخر، لازم يبقى في ضغط جماعي. وزي ما بقول لك يا كابتن ايمن، النهارده طلع الجيش واحنا بنتكلم عن مراكز القوه بتاعتها، النهارده عنده مراكز قوه في التهديف، عنده ناصر منسي، عنده احمد سمير، عمرو جمال، مرعي لما بينزل. أيه. زولا لما بينزل الشوط الثاني. فالنهارده عنده برده مناطق ضعف ممكن يشتغل عليها النادي الاهلي، هو الديفنس بتاع طلع الجيش. وبرده محمد بسام، محمد بسام برده مش من الحراس اللي لها تصديات كبيره، لا ممكن عنده مشاكل، خلي بالك كمان في التسديد من بره. فدي ممكن النادي الاهلي يشتغل عليها النهارده. الحاجه الثانيه برده كان بلال بيتكلم عنها، حته الدوافع، ودي ما فيهاش كسوف ان احنا نتكلم فيها. كابتن عبد الحميد بسيوني راجل زملكاوي. أيوة. زي ما الكابتن علاء قال لك عايز يشتغل ويختم الموسم بشكل مميز ليه وتحسب ليه، النهارده هو زملكاوي، النهارده لما يعطل النادي الاهلي هتحسب ليه وهو زملكاوي. النهارده مش عيب ان احنا نقول الكلام ده، زي ما بنشوفنا فرق لعبت بدوافع مختلفه امام النادي الاهلي وبتلعب امام المنافس بشكل فيه تواضع جدا وفيه اريحيه وفيه سهوله جدا امام الزمالك. طبعا، لان لا مش قصدي، اصل انت بتقول امام المنافس، ما الزمالك، انما 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 هو اصلا يعني النادي الاهلي ملوش منافسين طبعا، ما بحكم الارقام. يعني بحكم الارقام يعني. ولكن نادي الزمالك اللي هو المفروض منافس دلوقتي البطوله دي يا كابتن. انا بقول لك منافس حقيقي دلوقتي، خلي بالك ده يعني مش عيب ان كابتن عبد الحميد مسوني يلعب بمنتهى القوه النهارده عشان يعطل النادي الاهلي، ويبقى برضه هو في نفس الوقت يعني النهارده لو شفنا مواجهات طلاع الجيش على مدار تاريخه من بدايه طلوعه ده ممتاز، واجه النادي الاهلي 30 مباراه ما كسبش ولا مباراه، الاهلي كسب 25 مباراه وتعادل 5 مباريات، فهو عايز دوري يضيف حاجه جديده. ايوه، وزي ما بلال قال اخر ماتشين كاس ودوري كان فيه نديه. مظبوط. المباراه في الدور الاول على ما اعتقد طلع الجيش هو اللي تقدم عن طريق احمد سمير الكره الثابته، والنادي الاهلي هو اللي رجع. فالنهارده البدايه مهمه، الماتشات اللي زي دي 4 ماتشات اللي جايين اما بدورش على اداء، على قد ما بدور على نتيجه واطلع بالثلاث نقاط من المباراه. صحيح. والحاجه الثانيه اذهان لعيبه النادي الاهلي ما تبقاش هناك الناحيه الثانيه مع نادي الزمالك، لا انا تركيزي منصب على المباراه انا بلعبها النهارده عشان ما تضيعش المباراه. طبعا. صحيح. كابتن علاء ندخل بقى على التشكيل النادي الاهلي والاوراق الرابحه اللي عند مستر موسيماني وازاي هيستغلها في الكلام اللي قاله الكابتن اسامه
في مشاكل خط الدفاع ومحمد بسام وعدم التفاهم الواضح بين محمد بسام وخط الدفاع. 4-2-3-1 الطريقه الطبيعيه اللي بيلعب بيها مستر موسيماني. كويس. كل الاعتماد طبعا على علي معلول وعلى اكرم توفيق اللي زاد قوي في الحته الهجوميه بيعملها بانطلاقه ممتازه. حمدي فتحي انت في الحته دي واحده واحده. في حته علي معلول واكرم توفيق انت من النوع اللي بتفضل ان الاثنين يبقوا طالعين قدام طبيعي بيهاجموا طول ما انت مستحوذ على الكوره الفريق الثاني بيدافع فانت وغالبا بيدافع بكل خطوطه فانت مع انت ليه اوقف واحد باك من الباكين او مفتاح من مفاتيح الهجوم بتاعتك كتير قوي شفنا في لقطات اللي بتبقى انت مستحوذ وليك شكل هجومي كرة عند علي معلول بتتحرك بتروح اخر راك عند اكرم واكتر من مره وقفنا الصوره اكرم وعلي معلول موجودين قرب خط 18 مهاجمين لان انت في حاله استحواذ تام يا ايمن ما عندكش مشكله اتفضل بس عندك مشكله في حاجه لما الكره يبقى فيها هجمه مرتده وفي ناس بتبقى معلقه قدام يعني مثلا ناصر يعني بص هو ناصر منسي هنا بيحطه كانه بيلعب جناح انما هو ما بيلعبش كده اقول لك بيلعب ازاي هو بيخش مع عمرو جمال اقول لك عمرو بيلعب ازاي وناصر منسي وناصر احيانا بيبقى معلق وعمرو جمال على طول قدام كويس ففي عندك انت لما بتطلع علي وبتطلع اكرم توفيق خلي بالك في الكرات المرتده عندك مساحات وراهم كويس فمستر موسيماني المساحات اللي وراهم دي فيها حد المفروض لا فيها حد من الخصم من المنافس من فريق الجيش اكيد لا لان لو في حد هتلاقي واحد مستني لكن طول ما انا واحد بس لا اذا كان عمرو او ناصر منسي بواحد ماسك وواحد مغطي وراه ماشي مشكله الاثنين دي الاثنين دول ايمن ايه عشان تخلص الكره دي انك انت ما تسرحش مع الهجمه يعني المدافعين مثلا ايمن اشرف وياسر لازم يبقى قدام قوي ايوه صح قدام قوي يا دوب عند دايره السنتر واحد مع راس الحربه المستني اذا كان اي اسم بقى واحد وراه خطوه بس مغطي والاثنين مش في حاله سرحان مظبوط لان بتحصل كتير قوي تشتيته بتعمل عليك هجمه مرتده جول سموحه كويس مع جول سموحه ده كمان يعني كان حاله خاصه تشتيت فعشان اخلص من الموضوع ده سيب الناس اللي بتكمل هجمه تكملها كل وقت ما احنا 10 لعيبه كلنا مش نفس الوظيفه مظبوط يعني ناس بتدافع ناس بتهاجم صحيح. هو ادوار كويس. مختلفه ادوار مختلفه دور ايمن اشرف وياسر ابراهيم مع الراجل اللي موجود ومالهمش دعوه بالهجمه كويس لان في ناس تانية قدامهم هم اللي ليهم الكره التانية اللي هم حمدي وديانج أيوة. لما الكره التانية تيجي يبقى انا استحوذ عليها ماشي. الباقي بيكمل مع علي معلول واكرم توفيق الحاله الوحيده اللي يقف فيها واحد من الاثنين لو ناصر منسي او اثنين يبقى مستنيين مظبوط في الحاله دي انا استنى لكن طول ما انت مستحوذ مين اللي يقف واحد من الطرفين ولا حمدي فتحي حمدي فتحي هو اللي بيستنى وبيعملها بامتياز ان حمدي فتحي بيلعب كمساك كويس قوي طول ما انت ايمن مستحوذ على الكوره وعشان ما انت عشان توصل لاي حارس مرمى او عندك خطوره ما ينفعش كل هجمتي من ناحيه واحده لازم عندي تنويع في الهجمات علي معلول الحته اتقفت عند علي معلول يبقى عن طريق حمدي فتحي عن طريق ديانج او عن طريق محمد مجدي احاول لعبه عند اكرم توفيق وابدا هجمه جديده هو ده شكلك الهجومي لما تجيب احلى فترات للنادي الاهلي بتجيب الشكل ده ان الكره من ناحيه الشمال بتجيبها ناحيه اليمين وتعمل الكره عرضيه هو ده الاستحواذ وشكلك الهجومي لكن حته السرحان دي امرها سهله جدا ويبقى الاثنين المساكين هم اللي موجودين فيها عندك بمناسبه كلامك فعلا هو كابتن صناع الاهداف بتاع الفريقين علي معلول 11 كويس عمرو جمال 6 قفشه 9 احمد سمير 6 كويس ده هنا وده هنا دي الخطوره اللي هنا والخطوره هنا والخطوره اللي دايما موجوده في طلاع الجيش انا بشوفها احمد سمير اكتر وعند محمد ناصف كمان ان هو بيستغلهم ناحيه الشمال كويس ناحيه الشمال كويس خليها في النادي الاهلي ما تيجي تكمل الشغل الهجوم بتاعك حسين الشحات وكهربا الاثنين بيلعبوا كاجنحه لكن الميزه الحلوه السنه دي هم بيخشوا جوه على طول مفيش تخاض من مراكز لا كهربا يمين او شمال نفس كمان محمود كهربا ودي ميزه مهمه جدا جدا في مواجهه من النادي الاهلي حتى لما بينزل طاهر بيعملها حلو قوي كمان كويس ووالتر بوالي هو راس الحربه المحطه بتاعتك الثابت اللي ما بتطرفش على طرف من الاطراف لان أجاد والتر بواليا لما لعب مكان شريف في الحته دي كمحطه وكراجل بيعرف يجيب جول هو الفرق بينه محمد شريف لو طرف في طرف من الطرفين بيعرف يجيد الحته دي كويس قوي لكن والتر بواليا ارقامه معانا يا كابتن اتفضل عدد مشاركات كاساسي 4 جاب 3 اهداف صنع 1 وصنع 8 فرص هو الفتره دي
فتره ممتازه لوالتر بوالي في تحقيق احراز الاهداف. اي راس حربه ايمن عايز تخليه في السماء ان هو يجيب اهداف مهما يصنع اهداف ومهما ومهما، لكن حتى تسجيل اهداف بتفرق يعني بتفرق. انتوا ثلاثه كنتوا موجودين معانا تعمل كل حاجه في المباراه، بس انت ما بيجي هدف تحس انك بتلاقي نفسك. هو ده راس الحرب. لكن بص حلوه من معلول دي قوي، حاجه راقيه جدا كلها لمسه واحده وكلها بص حلوه يعني هدف حلو 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 حلو. حتى ضاعت كمان دي ضاعت كمان الماتش ده الماتش اللي فات دي الماتش اللي فات بتاعت امبي، لكن شكل الهجمه حلو قوي. وبعدين المباراه السابقه كمان امبي مديك كم مساحات كنت بتفرج عليكم هايل، بس المساحات موجوده الذكاء الناس استغلها ازاي، وفي سرعه وفي لا مركزيه يعني هنا قفشه وعلي يعني معلول دخل في نص الملعب هو اللي عمل الكوره. الكوره دي لو كنت عايز تموتها كنت وقفها ثانيه في نص الملعب يعني بقى معملها لمسه واحده وكنت سيبت لمسه ثانيه. لكن بص كمل 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 اللعيبه اللي في اول مباراه على فكره قال الهدف الاول ده أيوه. لكن النيه واضحه صح، هو دايما انا بقول بداية. انت نيتك واضحه، بدايتك ضغطك الهجومي الشراسه اللي عندك هي بتوضح انت عايز النهارده. انت بتقلق لما البدايه تروح مننا جدا اي فريق في العالم يا ايمن دايما بيدور على البدايه ما تاخرش البدايه، البدايه بتدي ثقه للفريق المنافس وانت بتستنى شويه بدايتك دي ممكن تعطلك شوط كامل وتلاقي الشوط الثاني بدايه وشكل مختلف. هنا اللي فرق مع امبي بدايتك كان واضح ان انت مش عايز تضيع وقت تقول لي دي اول كره لكن انت قبل ضربه ركنيه دي انت واضح بص كمل بص هنا الاسيست بتاع ورطه بوري عامله هايل محمد فعلا. شريف معدي فعلا. هايل حاجه يعني ودخل لجوه وعملها بشماله حلو قوي هدف حلو قوي يعني احلى حاجه في الكوره انك ادام اقدر اجيب هدف بلمسه والتانيه ليه كترها بالظبط كده بالظبط كده انا بحبه كمهاجم ايوه ليه والهدف ده كمان اللي جابه ليه ليه يعني دي شالها بمهاره عاليه قوي هو بص يا ايمن من عملها حلو قوي حلو قوي هي من الفتره دي تحس ان بواليا زايد فايق من المباراه دي صح. وبدا يخش في 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 في, في الشكل بتاع النادي الاهلي الهدف ده طبعا هايل علي علي معلول عامر عمر اوفر نمو زكي حلو قوي ارتقاء يعني كمان حلو قوي وتوجيه الكوره من بواليا ممتاز خلي بالك ده كان في توقيت صعب جدا انا عارف ده كان في نهايه المباراه الارتقاء شكله حلو قوي ايمن صحيح توجيه الكوره بامتياز عشان كده بقول لك انا النهارده لازم انت عشان تبقى عامل ضغط هجوم على فريق طلائع الجيش تنويع هجماتك علي معلول اكرم عامل ضغط من قدام انا بقول ضغط هجومي وانت معاك الكوره ضغط من قدام ضغط عالي من بدايه المباراه اللي كان بيقول عليه اسامه بالشكل اللي كان معمول في الدور الاول لا ده مش ضغط هجوم ده مش ضغط لا ده انت بتدي مساحات في حته خطر ما بين المدافعين ونص الملعب دي حته خطر عايز تعمل ضغط يبقى ابدا من دايره السنتر وابدا اروح صح بقى ودايما عشان ابدا عشان احلى حاجه في الضغط عشان تقطع كرة بسرعه وجه الكرة على جنب الاجناب لان طبعا. الجنب بيبقى ضيق جدا نص الملعب الحلول بتبقى كتير حلول فرديه او تلاقي واحد نزل تلاقي الكرة انت كل اللي انت عملته اتضربت عشان كده بقول لك نادي الاهلي بيحب يعمل ضغط يعمل ضغط من قدام بس حته الكرة تبقى على جنب الجناب صحيح. طيب بالنسبه كابتن اسامه عايزين نتكلم عن الهجمه المرتده وطلائع الجيش بيهاجم وكابتن علاء والكابتن بلال والكابتن اسامه متفقين على ان كابتن عبد الحميد بسوني مش هيفتح الجيم النهارده. هو بيلعب النهارده تقريبا يعني دي كوره من ضمن الكاونتر اتاك للنادي الاهلي بص طلائع الجيش لا هتالي من الاول دي اللي انا عايز اتكلم فيها كابتن اسامه. بص كم لعيب من طلائع الجيش؟ 4 5 ماشي لسه الكادر كمان لما يتفتح كمل كمل ستة واللي بيلعب كوره ماشي نكمل ماشي اهو عندك لا بقول من طلائع الجيش بص بص المساحه بس هو خلي بالك يا ايمن ان دي كانت في اخر المباراه وهم خسرانين الماتش فطبيعي يطلع بالعدد ده لان كان مفيش وقت خلاص لا دي كانت في الشوط الاول يا كابتن دي كانت الشوط الاول دي كانت الشوط الاول كنا احنا بنهاجم الشوط يعني بس هو عامه مش هيفضل يضغط بكل العدد ده والناس واقفه ورا كده بيبقوا مقربين بس انا بتكلم على المساحه اللي بين الخطوط وبعضها خصوصا النص والدفاع ما هو ما فيش شك ان هم حتى من عدد اهدافهم ممكن اسامه اتكلم عليها هو داخل فيه 36 هدف يعني هو برضو دخل فيه عدد كبير من الاهداف صح على قد ما بيعرف الثلاثه اللي قدام بيجيبوا جوان لكن عندهم مشاكل في الخط الخلفي وطبعا لما بتكون كمان في الهجمات المرتده بتبقى اصعب لان الهجمات مرتده يعني ايه؟ يعني انت طالع بفرقتك معظمها
بيبقى في مساحات كتيره في خط الظهر وفي سرعه لان هجمه مرتده طبعا. انا اقصد عليك على المنافس الاول. أيوه. انت بتقول ليه الهجمه المرتده بتبقى خطيره؟ مزبوط. لان هو بيبقى طالع بخطوطه. أيوه. فالملعب بيبقى مفتوح عنده مساحات عليه ملعب مفتوح عليه. مزبوط. فطبيعي انت لما تيجي تستغل الهجمه المرتده نمره واحد في الهجمه المرتده سرعه الهجمه، لان لو الهجمه المرتده اتعطلت مش هتبقى هجمه مرتده. أيوة. هيبقى تدي فرصه للمدافعين او اللعيبه بتوع طلائع الجيش يرجعوا، مش هتبقى هجمه مرتده. خلاص خلصت. فهي هجمه المرتده ميزتها في السرعه. مظبوط. وبامانه ان شاء الله نقدر نستغلها كويس بالذات من كهربا لانه عنده السرعه لقدام وبواليا، لكن هو كان من اخطر الناس اللي بيعملوها طبعا محمد شريف. لانه محمد شريف تملي بيحب ياخد لقدام على طول، حتى مش في الهجمات حتى العاديه. صح صح. يعني حتى في الهجمات العاديه اللي هي مبنيه من تحت لقدام بيحب ياخد في على طول خلف المدافعين. يفرق عن بواليا ان بواليا يمشي محطه. ايوه بواليا محطه اكتر. شريف عنده سرعه جامده جدا. في اول خطوتين عكس بواليا وبيحب ياخد في المساحه عكس ما عشان ميزه وانت الميزتك لازم تستغلها. ما يكون عندك ميزه ربنا مديها لك هستغلها ازاي؟ صحيح. ما ينفعش في حته ضيقه لازم عايز مساحات. صحيح. فطبعا انت بتبقى تستغل الهجمه المرتده في سرعه ادائها، بتبقى بتاخد لمسه اثنين الثالثه بتكون مخلص على المرمى، سواء بقى هدف او سواء بقى يعني تبقى عندنا خطيرة. الهدفين هو كابتن زي ما احنا كنا بنتكلم على محمد شريف 19. الاهداف احمد سمير 11 منهم 8 ضربات جزاء. مظبوط. احمد سمير مسته اولا هو بيلعب في الجنب اليمين اللي هو الشمال لينا، بيحب يلعب للداخل، يعني مش من الناس اللي بتلعب لبره الخطوط قوي، يتملي يخش جوه لان هو انه اشول، وبعدين بطن رجله كويس يعني. أيوة. بيعرف يوجه بطن رجله، فطبعا في ضربات الجزاء بيشوطها كويس، في الكور الثابته بيشوطها كويس، وقبل كده جاب فينا جول الماتش الاولاني. مظبوط. الكره ثابته بره 18. مظبوط. هو بيعمل الضربات الثابته كويس وبيشوط كويس. ومن الهدافين الدوري جاب 11 جول. هو طلائع الجيش في نقطة مميزة جدا يمكن الكباتن كلهم اتكلموا عليها، ناصر منسي وعمرو جمال واحمد سمير. احمد سمير جاب 11 جون، عمرو جمال جاب 10 تجوان، ناصر منسي جاب 9، ده مجموعهم كام؟ 30 هدف. 30. من ال 40 هدف اللي هم جايبينهم، يعني جايبين فوق يعدي ال 75% من اهداف متمركزة في الثلاثة دول. صح. فاحمد سمير ما فيش شك انه لعيب خطر، وارضه برضه عمرو جمال وناصر، وبالذات في الكرات اللي هي بالراس، خط يعني الخط الامامي. صحيح. بالذات كمان الحاجات اللي بالراس. صحيح. يعني لازم يبقى فيه مراقبه كويس قوي من ايمن اشرف، من ياسر ابراهيم، من المجموعه، عشان احنا كانت نقطه ضعف شويه نسبيا. صح. الكرات العرضيه عندنا في اخر 5-6 ماتشات جه فيها التغطيه العكسيه، فبرضه علي معلول لازم يبقى واخد باله. صح. اكرم توفيق لازم يبقى واخد باله. عشان الهدف الاسماعيلي، هدف الجونه، هدف كلها جت من كرات بالراس من الكور العاليه. صحيح. فدي نقطه مهمه. والحاجه الميزه اللي في الماتش اللي فات انه ما جاش فينا جون. صح. يعني دي انا يمكن قلت من الايجابيات بتاعه الماتش اللي فات، النادي الاهلي جاب جونين، ودي الهدف الاولاني ان انت النادي الاهلي لازم بتضغط ولازم تجيب اجوان، والحلو كمان ان ما يجيش فيك جون عشان ما تديش فرصه للفرقه الثانيه انها تربك لك حساباتك وتبتدي تتحط تحت ضغط. ولذلك واحنا بنهاجم لازم يبقى في ناس متمركزه كويس جدا في النواحي الدفاعيه. من الكرات العرضيه لازم يبقى في تغطيات كويسه وتمركز جيد عشان ما تتحطش في مزنق. صحيح. اثناء اللقاء. ولكن كره القدم احيانا فيها بيجي فيك اجوان مفاجاه، او انت ده ما يوتركش ولا يديلك، لانك انت النادي الاهلي وتقدر ترجع للمباراه في اي وقت. صحيح. يعني. كابتن بلال، زي ما قال الكابتن اسامه، ناصر منسي وعمرو جمال مميزين جدا في التحامات الهوائيه، سواء في الكرات الثابته او الكرات العرضيه. ازاي مستر موسيماني هيقدر يتعامل مع النقطه دي، ودي ورقه هجوميه رابحه؟ طبيعي انت عندك في اثنين فراوده، في اثنين سنتر باكس بالنسبه لك. يعني هل في كرات الثابته هيلعب مان عليهم،
اكيد، لان هم دول هم دول الافضل بالنسبه لي. يعني انت لما تيجي تبص على النادي الاهلي وتقول مين هنا ممكن يلعب بدماغه كويس، يعني مين يمسك مان كويس ويلعب بدماغه كويس في لعيبه النادي الاهلي، يعني كلهم تقريبا انت بتتكلم في هم ثلاثه او اربعه تحديدا. حمدي فتحي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وولتر بواليا لو رجع. اصل في ناس بتلعب على المنطقه يعني. لا لعب انا مش مش من الناس اللي بتفضل انك في ال 18 تلعب منطقه، لازم تلعب مان، لازم كل واحد يبقى معاه المان بتاعه، لانه خد بالك انت الغلاسه في ال 18 مطلوبه صح، انك تغلس على اللعيب اللي معاك، لكن انت النهارده لما بتلعب مان سهل جدا اي حد اي تكتيك تعمله الفرقه الثانيه يضرب كل اللي انت بتعمله. تمام، هتلعب على الكوره صعب جدا. انت زمان كانوا بيعلمونا وانت بتدافع في الكرات الثابته لازم تلعب على الكوره وبتلعب على المان الاثنين مع بعض. تمام، لكن النهارده انت تلعب على الكوره بس، لو انت بتلعب منطقه هتلعب على الكوره بس، مش هتبقى شايف مين بيتحرك منين. صح، مين اللي بيتحرك من الخلف. في مدربين النهارده بيعملوا تاكتيك اللعيبه بتيجي من الامام للخلف والعكس، يعني من الخلف للامام، في تحركات كتيره في التمرين. عايز اكلمك على الجول اللي قدامنا ده، كابتن بلال صفقة راس حربه، انت بتقرا من البدايه الراجل الجول اللي قدامك وخط الدفاع، بص في الكوره دي. لا هو بسام في ما يتقريش الحقيقه. لا هو بسام على على الارض عنده ضعف شويه، عنده في الكرات اللي على الارض عنده ضعف شويه. انا الحقيقه ما اعرفش هو بيعمل ايه في الكوره دي. ازاي هو جري ورا الكوره، هو جري المفروض يقطع. قول ان اجاي حطها حلو. طبعا اجاي حطها حلو طبعا، ولكن بسام، قول ان اجاي حطها حلو يعني. لا بس ولكن بسام احلى من اجاي. لا هو بص، بسام عنده مشكله في الكرات اللي على الارض، في الكرات الارضيه دي على الأرض. والتسديد بسام عنده مشكله، وفي العالي على فكره ما دي مش لا على الارض. لا هو دي، هو ما لحقش يروح لاجاي. بس قصدي ازاي يستغل النقطه دي لعيبه النادي الاهلي النهارده. بص خد بالك، انا عايز اقول لك على حاجه، اللعيبه بتبقى عارفه نقاط ضعف وقوه اللعيبه اللي قدامها، سواء كان انا راس حربه بيلعب عليا سنتر باك، حارس مرمى موجود، فانا اكيد انا عارف نقط الضعف اللي موجود، عارف ان انا مثلا بسام من اللعيبه اللي الحراس اللي ما بتمسكش، يعني دايما بيحاول يخرج، ما بيمسكش بايديه، بيحاول يخرج الكره. لو هتشوف ده بص يا كابتن، ده بتاع الماتش سموحه، دي الماتش اللي فات دي كانت تسديده من مصطفى فتحي، خد الكره بالعرض ودخل دخل وشاط الكره، الهدف الاول ده الهدف الاول. انا عايز اقول لك ان في ماتش برضو مع المحله في المحله، ايوه برضو كان بيمسك، ما انا بقول لك مش من الحراس اللي بتعرف تمسك. هو وعنده مشكله كمان ان هو بيقف على الخط على طول، موجود على الخط، بيقف على خط المرمى. الكره اللي حطها جايه بدماغه، لو هو خارج بره يعني نص متر ولا كان ممكن يتعامل معاها، او حتى الكره دي مثلا اللي سجلها الهدف. يعني هو من الناس، يعني كان بيفكرني مثلا، كان نادر السيد بيعمل كده، بس نادر كان حي متميز، يعني متميز تحت العارضه، متميز بشكل كبير جدا جدا تحت العارضه. فانا عايز اقول، ارجع اقول لك ان انت كلاعب بتقرا الحارس المرمى اللي قدامك، ايه نقطة الضعف بالنسبه له؟ اشوط من بره 18، لو دخلت جوه ال 18 ممكن ارقصه، حركته بطيئه، حركته سريعه، قوي، ما اشتركش، ما التحمش معايا، بيخرج في الكرات العاليه ولا ما بيخرجش؟ ما انت برضو بتبقى قاري، هل الكره بتتلعب، انت ساعات بتلعب الكره انت مش شايف اللي في ظهرك، فبتبقى قاري، هل الحارس المرمى بيخرج ما بيخرجش، بيعرف يتعامل مع الكرات العرضيه او الكرات العاليه ولا لا، بيسيبها للمدافعين، فبتبقى قاري في الكلام ده. النهارده مثلا بتلعب قدام حارس، يعني مش عايز اقول عنده نقاط ضعف كتير، بس عايز اقول ان انت لازم تكون قاري كويس، هو في التصويبات زي ما انت شفت 1 2 3 4 شفناهم، تمام، ما بيتعاملش مع الكره كويس، يعني ما بيقراش الكره يعني بشكل، يعني احنا لازم لعبتنا النهارده يكتروا من تسديداتهم على المرمى. عارف في كل المباريات، يعني حراس مرمى بتوع مصر، يعني معظم الحراس ما بيجدوش التعامل مع الكرات، مع الكرات القويه، يعني الماتشات من بره 18 بشكل كويس، او التسديدات يعني. ففرصه النهارده عندك ديانج بيشوط كويس، حمدي فتحي برده بيشوط كويس، قفشه بيصوب كويس، يعني عنده الحته ان هو بيحط الكره بيوجه بشكل جيد جدا جدا جدا، ومسجل اكتر من هدف بشكل رائع جدا يعني. كهربا برده موفق الفتره اللي فاتت، وولتر بواليا، يعني عندك اكتر لعيبه عنده تميز في حاجات كتير. حسين الشحات نفس الموضوع، بيسجل بشكل كويس، بيصوب بشكل كويس، وبيواجه بشكل كويس. فمهم استغلال نقاط الضعف اللي موجوده عند فرقه طلائع الجيش، هم كمان عندهم حته في القلب يعني ضعيفه شويه، هم برده ما عندهمش السرعات الكبيره اللي موجوده في القلب، حته ان هم بيراقبوا كويس ما بيراقبوش كويس، يعني في اوقات كتيره جدا يبقى الكره لما بتتلعب في ظهر الباك ما بيشوفش كويس، ما بيمسكش كويس، حته التمركز بتاعته ما بتبقاش جيده في بعض الاوقات، فدي حاجات نقاط ضعف لازم نستغلها. كباتن اتكلموا واسامه اتكلم من شويه عن حته انك ازاي تضغط من قدام، وانك يعني تخلي طالع الجيش وهو بيحضر الهجمه، هو برده عنده مشاكل، لان هو برده ما عندهمش سرعه في تحضير الهجمه، بيحضر ببطء وما بينتشرش كويس، فدي ممكن
مع سرعه الضغط انك تقطع كوره، وانت كنت بتتكلم من شويه بتجيب شويه كام لقطه ان فريق طلع جيش في نص ملعب انت بتضغط، اه ممكن ترجع تاني، لكن لما بترجع تضغط بسرعه بتجيب الكوره تاني. مزبوط. فمهم وانت بتضغط تتحول بسرعه وتستغل الضغط بتاعك. صحيح. طيب كابتن اسامه، على الورق الكابتن عبد المسيوني بيلعب 4-2-3-1، ولكن هي احيانا في فتره من فترات قدام الفرق الكبيره بيعملها ساعات 4-5-1 او 4-1-4-1 او 4-3-3، بمعنى النهارده اه عندنا ثابتين ورا محمد ناصف وعلي الفيلو واسلام جمال وحسن مجد، لما الكره بتكون معاهم عمرو السيسي ومهند لاشين، لا يعني بيبقى مصطفى جمال هو اللي قدام غير الورق اللي معانا، بيبقى عمرو السيسي ومصطفى جمال كويس. اللي بيزيد شويه ممكن مهند لاشين ان عنده القدره انه يكمل في الناحيه الهجوميه. طب لما تكون الكره على طلاع الجيش بتشوف عمرو السيسي مهند لاشين مصطفى جمال، الثلاثه دول سبتين. هم اللي عاملين الستاره قدام الديفنس الاربعه اللي ورا كويس، وبيدوا الحريه لاحمد سمير ما بيرجعش بشكل كبير. مزبوط. ولا ناصر منسي ولا عمرو جمال. فالنهارده طلع الجيش بيعتمد على المرتده برضو، وده هنشوف الشكل ده في وقت من الاوقات امام النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيهاجم يعني هو مش هيضغط من البدايه على النادي الاهلي، لا في وقت من الاوقات والنادي الاهلي معاه الكوره وبيهاجم، وخاصه من عند علي معلول احمد سمير هيشتغل في المساحه دي. ان هو احمد سمير ما عندوش القدره الدفاعيه انه يشتغل 90 دقيقه في مساحه 100 متر رايح جاي. صح. فالنهارده هتلاقي ممكن مصطفى جمال ومهند لاشين رامي شويه قدام حسن مجد الباك رايت بتاع طلاع الجيش، واحمد سمير واقف عنده الراحه موفر مجهوده الناحيه الهجوميه، ده هيكون ورا علي معلول. فالنهارده متطلب من ايمن اشرف انه يقدر يغطي الحته دي في التوقيت المناسب، امتى يطلع من ورا يرمي ورا علي معلول عشان يقفل الكلام ده. لو اتعملت مرتده على النادي الاهلي في ظهر علي معلول يبقى ايمن اشرف قافل، في ظهره ياسر ابراهيم، اكرم توفيق مرحل الناحيه الثانيه ما بقاش طاير زي علي معلول، او حمدي فتحي اللي بطبيعه الامر دايما مأخر نفسه في نص الملعب. طب انت بتقول ان احمد سمير مش هيرجع مع علي معلول، مين اللي هيقابل علي معلول في النواحي الهجوميه؟ هيبقى عندك حسن مجدي وعندك واحد من نص الملعب مهند لاشين او مصطفى جمال. جمال ممكن يعني. بيرمي واحد من نص الملعب بيرمي بره شويه ويخلي مجهود احمد سمير للناحيه الهجوميه. نفس الكلام الناحيه الثانيه ناصر منسي برضه. ناصر منسي ممكن بيرجع شويه، لكن برضه نفس الكلام لو بنتكلم، لا 70% نواحي هجوميه 30% نواحي دفاعيه، فالاثنين اللي على الاطراف بيوفروا ان مجهودهم للنواحي الهجوميه بس. فالنهارده علشان كده لازم يكون عندك زياده في النواحي الدفاعيه. لما بنتكلم ايمن اشرف وياسر ابراهيم، لازم اكرم على حسب الهجمه وحسب رؤيته هو اللي مغطي الناحيه الثانيه، او حمدي فتحي اللي دايما بيعملها بشكل مميز، دايما رامي نفسه في قلب الاثنين انه يقدر ياخد اي زياده جايه من تحت علشان يشتغل عليها. طب وفي النواحي الهجوميه ورقه من ضمن الاوراق الهجوميه محمد ناصف، هل هيقابله من قدام مستر موسيماني وحسين الشحات، ولا حسين الشحات هيتفرغ الناحيه الهجوميه ويسيب الكلام ده للي وراه؟ حسين الشحات طبيعة امره بيهاجم يعني اكتر او بصفه مستمره. محمد ناصف مش هنلاقيه طاير على طول، على حسب الهجمه مش هنلاقي محمد ناصف عنده الاريحيه انه يهاجم بشكل كبير النهارده. ممكن بسيوني هيديله تعليمات، لا عايز اقف شويه في بدايه المباراه، بس لو لقى المساحه يا اسامه بيعملها هو من نفسه كتير، هو بيعملها مظبوط، بس مش هيبقى من بدايه المباراه طاير على طول. لا انا ما بتكلمش من بدايه المباراه، لو لقى المساحه هيروح. صح. طبعا فهمني، عشان كده لازم التزام حسين الشحات طبعا. بس التزام حسين معناه ان هو هيعمل الدور الدفاعي لحد ما يرجع مباراه طول المباراه، لا مش تبقى ممكن في كوره في لعبه اثنين على حسب اللعب، بس الشكل الطبيعي حسين هو اللي هيبقى مكمل قدام. النادي الاهلي بيضغط، انت دوافعك اكبر. أيوه. الجيش لو طلع بنقطه هو بالنسبه له مكسب، لكن انت بتبقى بتدور على المكسب، فانت النهارده اللي بتضغط بشكل كبير من قدام. انت بتدور على الهجمه المرتده بتاع طلع الجيش اللي ممكن تمثل عليك خطوره. أيوه. علشان ما يسجلش والامور تصعب عليك، فعلشان كده لازم يبقى عندك التوازن الدفاعي ورا عن طريق حمدي فتحي او عن طريق اكرم توفيق اللي برضه بيجيد التغطيه العكسيه بشكل كبير. ده بالنسبه لطلع الجيش. لكن النهارده برضه مش عايزين نغفل نقطه مهمه جدا دخلت النادي الاهلي المباراه اللي فاتت، كرات الثابته في اول دقيقه في المباراه، كره ثابته هدف بواليا. فالنهارده الكرات الثابته برضه من الاسلحه المهمه للنادي الاهلي. مزبوط. مع التكتلات الدفاعيه اللي ممكن نشوفها لطلع الجيش النهارده ممكن تشتغل كره ثابته تخلص بيها او تسهل بيها. خلي بالك الكرات الثابته اسلحه للفرقتين،
طبعًا. يعني الفريق طلع جيش كمان مميزه في الكره الثابته. طبعا عند احمد سمير بيقدر يركنها بشكل مميز، وعنده الكره الثابته في عندك عمرو جمال وناصر منسي بيعرفوا يلعبوا دماغهم كويس. مباراه بيراميدز ناصر منسي رجع مره ثانيه بالتعادل من كره ثابته ركنيه، وماتش الكاس السنه اللي فاتت ناصر منسي لما نزل جاب فينا جول بدماغه بقى. علشان كده كره الثابته النهارده الدفاعيه لازم اكون ممسك بشكل كبير وشكل مميز، والنواحي الهجوميه بتاعتنا لازم اشتغل بيها يعني بشكل مميز. وكابتن اسامه بيتكلم عن ميزه محمد شريف انه بياخد في المساحات، ودي السرعه عنده للستارت دايما سريع. النهارده لازم نستغل بواليا بيجيب ضربات الراس، فالنهارده لازم اكرم، لازم علي معلول النهارده برده على طول ان انا اكتر الكرات العرضيه في ال 18 لبواليا، ونشوف التكمله بتاعت قفشه بتاعت حسين الشحات بتاعت كهربا يكون في تكمله برده ان ممكن يسجل. هي دي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الماتش اللي فات، ان احيانا بيبقى مثلا الهجمه من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين، فالراجل ناحيه اليمين او ناحيه الشمال اخره ايه؟ هيعمل كروس. طب بنلاقي نقص عدد كبير جدا في مهاجمي النادي الاهلي داخل ال 18. ما ده النقطه المهمه، النقطه المهمه ما يبقاش النهارده الاخطر بواليا متراقب بشكل كبير. مين الاخطر النهارده وممكن يسجل وجايب اريحيه ومش محدش ماسكه؟ ممكن مجدي قفشه، حسين الشحات او كهربا، الثلاثه دول دايما هم اللي بيمثلوا الخطوره دايما في الكرات العرضيه للنادي الاهلي. صحيح. كابتن علاء سريعا توقعاتك للشوط الاول. في هدف ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. في هدف مبكرة ان شاء الله. زي ماتش اللي فات ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامة ان شاء الله في اهداف للنادي الاهلي، بس مش شرط يعني اول دقيقة زي لا 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 يعني هنتكلم عن توقعاتك زي كابتن سليم توقعاتك للشوط الاول يعني ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يجيب اجوان الشوط الاول باذن الله. المفروض الدوافع ان شاء الله كبيرة جدا عند النادي الاهلي فان شاء الله يجيب اهداف في الشوط الاول ان شاء الله. كابتن بلال يعني اتمنى ان شاء الله الاهلي يسجل في بداية الماتش عشان الامور تتسهل باذن الله. كلنا نتمنى. توقعاتي يعني ممكن الهدف يتأجل الشوط الثاني. يعني اتاخر شويه. ممكن يعني. اتمنى زي برضه اتمنى ان شاء الله ناخد الثلاث نقاط اهم من الهدف، اهم الاداء ثلاث نقاط النهارده طبعا. ثلاث نقاط النهارده مهمين جدا وفي الغايه، ويعني برضه هتخلي المنافسه مستمره لاخر مباراه. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.